مرحبا اخواني الاعزاء هسه نجي موضوع اليون اناليسيس عن بلي فلوتس اللي هو تحليل سوائل الجسم نجي اول فقره روتين فيزيكال اند بايوكيميكال يون تيست يعني التحاليل الفيزيائيه او العيانيه او الكيميائيه للادراك يقول which statement regarding renal function is اي من هذه العبارات هو الصحيح هنا يقول الجواب مال واحد أي اللي هي glomerular are far more permeable to H2O ان cells than other capillaries يعني مثل ما نقول يسمح لل H2O والأملاح بالرجوع أو العبور النفاذ خلال هذه الجزء من الكلى أو الكلية اللي هو الجزء glomerular شلون الأوعية مثل ما نقول

بسبب الجاذبية أو شيء شي يحتمل ضغط السوائل وال تناضح للجوميلال الدوستيرون اللي هو هرمون من يهبط ضغط الشرايين والكلاكي أنت انتي هرمون هذا كلاكي هرمون اخر وين وين تزداد الاوزمولاريتي يعني يقل المذيب ويزداد المذاب يسمونه الاوزمولالتي بيكم تو هاي شو راح يصير الانبوب الجامع اللي هو جزء من زاء الكلى هي ابزورب صوديوم راح يمتص الصوديوم ويطرح البوتاسيوم كاستجابة للالدوستيرون والاستجابة للراح الاشتراك تو او كذلك راح فقط بوجود اي دي اتش ثيك اسيندينج لم اللي هو اخر جزء من الكلى يكون آه اكثر آه نفاخيه للسائل آه عفوا الاملاح ولكن ليس الاشتواء واليوريا اي انه سيسمح بعبور الاملاح الى خارج الجسم باستثناء اليوريا وال آه او الماء اي من العبارات التي تخص الاملاح والماء طريقة نقلها بواسطة الفون هي الصحيحة يقول أي ascending limb of the tubule is highly permeable again ascending limb اللي هو الجزء الصاعد التيوب الصاعد وليس النازل أي ascending الجزء الصاعد التيوب الصاعد is highly permeable to salt but not H2O يقول which statement is concerning renal tubular function is to أي من وظائف ال renal tubular function هو صحيح أو renal tubular أه يقول اي ان يعني بنقص الاملاح تكدني كدني الصوديوم راح تحافظ على نسبة الصوديوم اد يعني على حساب البوتاسيوم يعني راح تطلع البوتاسيوم وتبقي الصوديوم راح تزداد نسبة الاملاح يعني مثل حالة حلق حلق حالة بين نسبة المذيب او المذاب بينما زيادة الاوزمولاليتي او نقصها او زيادة ال هذه او نقصه فعدة ميكانيكيات زيادة الأملاح وزيادة ال... أو نقص السائل أو نقص الضغط السائل راح يفرزلنا هم ال- أو والاي دي اتش، راح يطرح و... من الصوديوم وي- العفو يمتص الصوديوم ويطرح البوتاسيوم بال... بوج- بوج الجامع، بينما الاي دي اتش راح يأثرلنا على ال- راح يس- يس- يسح- سحبه فقط، يعني بس على الاشتوى لاحظ على الشتو الماء يسحبه which of the following is an appropriate when connecting urine for eroding bacterial logical culture أي من هذه الفقرات غير صحيحة عند جمع إدراري لفحص الأحياء المنشارية للبكتيريا؟ يقول دي The sample may be healed لازم يجمدوه بدرجة حرارة كذا فوق إلى ثمانية ساعة قبل نقلها او اه قبل وضعها في البث او الكالتشا ميديا يقول إيه السامبل قبل او ساعتين بعد السحب وبعض المختبرات تستخدم ساعة واحدة كحد اقصى عند وذين خلال اربعة ساعة اذا السامبل از refrigerated The sample is refrigerated immediately following collective no additive are permitted when urine is collected for culture.

sample may be stored at be stored in the storage room يقول 30 hours a good showing color is co uh, correlated correctly with the pigment producing substances يانهع uh, yeah, يان uh, yeah, لون الإدرار uh, العلاقة ببعض المواد التصبغة للإدرار يقول سي deep yellow urine on yellow foam with bilirubin يعني قص البلوروبين إذا زاد نسبته راح يطلعنا deep yellow أو يلو فوم يعني شلون الورق أسفل

أبناء killer can be caused by drugs بعض العلاج راح تعطينا جانتريزين أه, هاي الصبغات باي او بعض الصبغات عن نتشر ارتفيشال فود كولورينج او بعض المواد حافظة الأطعمة تعطينا كذلك هذا الشيء او لا اصباغ

او في الورق باللون الاحمر عند فحصها تحت الشمعة الالترا فايلت احد انواع الاشعة وستين نانو متر يقول دي كوبو بورفرين هنا يقول ماي جوبي كوز بوز تيست فور دوز نوت كونتينيو تو فلوسنس ما راح تسوينا فلوسنس بوفو Uh, causes urine to become dark, orange, or in the sunny, but does not fluoresce. Eurobufferin, carbobufferin, produces red orange uh, fluorescence, unlike hemoglobin. Bufferin lacks the peroxidase activity. Eurobillin is an oxidized production. Eurobillin origin it turns the urine to orange, orange brown, but does not produce fluorescence. And then for your uh,

ها كذا اكل كوبا هذا اللي ما راح يعني اهم راح يعطينا هذا النوع يقول which statement regarding porphyria is accurate اهم هذا المصطلحات هو الادق في وصف البورفيريا يقول دي سيرام يورين and fecal test ماي بي نيديد فور diagnosis نحتاج سيرا فحص بالسيرام باليورين وبالفيت كرعة من نسبة وجود بورفيري بورفيريا البورفيريا شنو؟ انها تازن ديفكت ان هيم سينثيز ما راح تكون حديد او مكتسبك بسبب ترسم بوصاص ليفو فايلا ودرك توسيسيتي دا انهيد فور في كونست اوف سبكويت جو بيست اون انزيم عدة انزيمات كل انزيم نقص منه يسوي subgroup جروب لهذا المرض are كلينكل clinically into 3 جروبس بس سريعا ثلاثه إيجابية سايكياتريك او ميكست. يعني بالعصاب او بال أنسجة أو مختلط. The neurological uh, porphyria are not associated ما راح يسبب لنا أنيميا but erythropoietic porphyria uh, ولكن erythropoietic porphyria هذا راح يأثر على erythropoietic أو صنع الدم راح يسبب لنا أنيميا. Type of cutaneous porphyria is in general neuropathy associated with increase in porphyrinogen and amino acid while cutaneous porphyria associated with increased urinary porphyrin راح يسبب لنا زيادة النوع وين كان No sample can be used to identify all subgroup on sometimes all three يعني بس عينة آه واحدة قدرت تعرفني على كل آه هاي المحتويات لأن كل أحد هاي المحتويات موجود واحد بالإدراك واحد بالسيرم واحد بغير مكان which is the most common form of most common form of both هي أي أحد هذه المكونات هو الأكثر وجه أو أكثر مادة أو صورة للبورفيريا اللي هو أحد هاي اللي هو البورفيريا جينا مكون أحد مشتقات البيلوبين أو عفوا تكون حديد ناتج من فشل لأحد الإنزيمات التي تحول الحديد إلى هيم. فيقول بلاصة و هي اكثر شي موجود. يقول دي بوفيريا كورتينيا tarda. بوفيريا is a rare condition although most of the inherited forms are dominant. بوفيريا كورتينيا tarda result from deficiency نقص بهذا الـ الـ enzyme your porphyrogen decarboxylase and hence the carboxylated form of your porphyrin accumulate in plasma راح يزداد هذا الـ المادة الناتجة ال, ال عن فشل الانزيم اللي حولها راح يتراكم وراح يطحن بالادراك بنزيم ان هيباتو سايت اساس كبتول تو دراج سكوهل ان هيباتاج ذات كذلك يعني مشاكل بالكبد كحول او ما علاجية تسبب لنا هذا المرض يطلع بالبالغين المنتصف في العمر يعني بالثلاثينات ماجورتي اوف هوم هاف اكثرهم عندهم هيباتيتس سي the skin blisters on skin burns حروق تعرقه الاشياء الشعات الشع الشع الشمس. يقول which of the following method is the least sensitive and specific for measuring bbg? اه اني وقع ان ال bbg شنو هو البورفوربالينوجين. يقول يا اكثر طيقة اقل طيقة من هذا تعطي نتيجة اكثر اقل sensitive to specific يعني مو خاصة كلش تنشف عن المرض. يقول أي

اليوربلينوجين والدايتري اندول هذني يأثرن على التشخيص فلازم نستخلصه شلون نستخلصه عن طريق هاي التحليل يقول A أ... او بلاك بيجمنت pigment in سبب لطن اللون البني او الاسود بالادراك يقول دي ميلاني صبغة ميلاني خاصة جماعة ملقنت ميلانتوما ميلانوما

بريدا هوموجينستيك اسيد شنو مصدر الهوموجينستيك اسيد يكتوى كان بالأنسجة تجسم va making the tissue blacking يعطينا لون اسود يقولون ذا داك الاذراق اللون احمر غامق او بوت واين او يشبه الخمر ان كرا مي بي caused by شنو شنو سبب هذا الشي؟ يا ما ادري يسوون ايش يقول بي اللي هي بورفيريا كورتينيا تاودا اند يو سو بوتيك بورفيريا ك بافيشنت او وارفين ان كوزد داك يو اد يو اخي The growth of the pollen test is affected least by yeah or standing or من هاي التحليل راح يتأثر إذا كان إنسان وضعية الوقوف أو ما خزنه أو العفو يعني إذا خزنه <تصوح> و و و بحيث راح ينزل ينزل تقل التركيز مالته أو مو طريقة صحيحة سوى صحيح خزن إدرار. يقول عشر اللي هو البي البروتين ثاني الكلاين راح يصير قاعدي بسبب راح يصير ناقص بحامض فولاتيل اسيد عند امونيا برودكشن بالروبين جلوكونايدز ما بيكم راح يتحول ال يتحول الى unconjugated oxidized راح يتاكسد ريزلتنج ان فراح يعطينا نيجاتيف الجلوكوز راح تستهلكه بواسطة عملية الجلايكولايس الأوكسيديشن بواسطة الخلايا الموجودة بالدوار استنى أقل واحد بيهم يقول بلو بروتين يعني بالأوبن راح تأثر البي اتش راح تتغير يصير قاعدي والجلوكوز ما راح تدخل بروتين ما راح تأثر كلش Which type of urine is needed for the dose absorption test on adult patients? شنو فيها نوع من سامبل مع ادغال يحتاجه عمود اختبار زايلوز ابزوربشن ابزوربشن تيست ادلت يقول سي خمس اور تايم يون كيبت اندر فريجريشن خمس ساعات عينة ادرار بالثلاجة از يوز شنو فائدة هاي ديستنغوش بين كياتك انسفشنشي فروم تستنر ما ابزوربشن تشوفون هذا الاختبار هل هو نقص البنكرياتك قلة اه الانزيمات لو ما جاي يصير هضم العف ما جاي يصير امتصاص بالامعاء يقول انت يستكواير بلد لازم ساعتين ياخذوها او بعد ما يضيفون مادة 25 ميلي أوف او ديزايلوز وخمس ساعات اه يتجمد اه These are absorbed without the aid of pancreatic هذا راح يمتص هاي المادة راح تمتص مفروض بالأمعاء دقيقة بدون حاجة لبنكرياتيك انزيم. بس ما راح الجسم يقدر يعني يسويها مواد أيضية أو غير شيء هذا الليفر. The liver absorption فإذا شفنا نقص بالمادة يعني نقص بالأبزوربشن عنده. Syndrome ساعة انكلود include بس يقول يحتاج ان العين يتلون خلال خمسة اه عشرين ساعة يعني كلود بان مانديك اسيد ميتان نفرين كورتيزول ان استريل استريل ها هاي المواد اللي نقيسها بالادراك لازم خلال اربعة ساعة اللي هنا هذني. يقولش which of the following وين when connecting جاها المواد راح ما راح تطلع نتيجة صحيحة إذا أربعة وعشرين ساعة إدرار سحبناه فكرت كلامي إذا أربعة وعشرين ساعة سوينا إدرار خلال أربعة وعشرين ساعة سحبناه وقلنا غير نبي كات يا شن من مو صحيحة يقول دي اثنين آه مللتر أو واحد آه صوديوم

لازم يتفرغ at the conclusion of the test and the من added to the collection. لازم يكون يكون يعني يعني قصده, شن قصده? The conclusion of the test. يقول هو ال urine must be refrigerated during storage لازم بثلاجة خلال عملية الخزن حتى ما يتأثر المتانفرين والفانونوليك أسيد كورتيزول until all frozen if the pH of the specimen exceed اذا شفنا انو الحامضية صارت ثلاثة degradation of catecholamine راح يصير التحلل بالكاتيكولامين preservation of the urine with acid is no longer required Uh, فما راح يحتاج uh, شو اسمه uh, حفظ للاسيد بهاي الحالة فهو ما يصير ميتانوفين اند كورتيزول ها يعني الكاتيكولامين راح يتاثر بس هم هذا بقي الحوض راح يتاثرن بس شنو قصدي كولكتينج 10 صوديوم هيدروكسايد شلبيات هسه نرجع الى هاي اكس 16 الجلوبين برودكشن اوف ليس ذان اذا قلت نسبه الادراج المطروح شنو معناها هاي اوليغو يو يسموها ب 17 از ايزو هاي اذا صار نقص بالسبس كافيتي او السبس كافيتي قصدي طبيعي جلايكوز يعني اكو جاي يصير عندنا سكر بالادراج فراح يطرح ويا السؤال في سبب الجفاف يقولوش of the following contribute to ياهو ها من هاي يسبب specific gravity يعني هذا هو اللي راح يحدد لنا فقط specific gravity تأكيزها بالإدرار اللي هي ال شو مثل ما نقول احنا تأكيز المواد الذائبة بيها but not this غير osmolarity osmolarity لا يحددنا لنا specific gravity بس ما يحدد كمية المواد الذائبة أو التركيز مالتها يقول اي بروتين يقول all the substances dissolved in your and contribute كل هاي المواد الموجودة بالجسم راح تسبب لنا اوزموتيك آه, بروجيك اوزموناتي راح تسبب لنا زيادة بتركيز المواد مثل هذا non ionized solutes such as urea, uric acid and uh, glucose as well as salt but not colloid but uh, not colloid such as protein and lipid اكو عندنا نوع من شو اسمه الكولويد برجر شنو قصدي؟ كولويد بلجر هي عبارة عن مكونات ب المركبات كبيرة تحافظين على وجود السائل وتمنع نفاذة خلال الأوعية الدموية. هذا من عمل البروتين والليبيدز فالبروتين والليبيدز ما لهم دخل زيادتهم او نقصهم ما راح تسبب لنا ازمه لا راح تسبب لنا الكولويد بوجع الطينة. يقول يون وذ سبيسيف جرافيتي كونستنت بين سبيسيف جرافيتي سا اللي ما ادري من 1.002 الى 1.003 شنو معناها؟ جاي يصير نقص بالهاي شو اسمه؟ يقول سي diabetes insipidus in civil renal disease the tubules fail to concentrate the filtrate تسبب تركيز بالفلترات salt and H2O equilibrate by diffusion causing F about فراح الاملاح والh H2O uh, راح يتوازن بواسطة diffusion يعني شنو uh, ثمان ما نقول diffusion شنو قصده بيه حركة مكو مركبات عشوائية من ما اه مناطق تركيز على تركيز واطي فراح تقلل التركيز this geodion is below the rate of plasma free is lost اذا فمعناها شنو هو؟ انه التركيز راح تعبر المركبات او المحل من التركيز العالي الواطي فاذا كان تركيز اليورين اقل من تركيز البلازما فراح تنتقل مواد شو اسمه فراح ينتقل يعتقد السائل شو يقول بالله هنا راح السائل راح ينتقل للادراك فراح يقل مثل ما نقول الكثافة الكثافة المواد البيض راح تزداد بس راح تقل بس بس في بسبب زيادة المذيب الى المذاب عفوا زيادة إي المذيب إلى المواد المذابة. <applause> This is the failure to produce لأن هذا الـ ADH ما راح ما كان راح يكون موجود قلنا هذا يسحب الماء ما راح يتخلي نقص بماء هواية. جماعة الديابيتيك Di insipidus هذول سرعتهم سعدتهم زيادة الحامضية from the failure of the to respond to it caused by drugs, polycystic kidney disease, household بالمرارة, hypercalcemia. بس هاي الفقرة شنو قصده؟ جماعة الدايابتك انسيبيدر ستوري صار عندهم ادراك كثرة لان راح يقل عندهم الاي دي اتش مشكلة بالاي دي اتش راح يتبولون بصورة كلش كبيرة فراح يخسون كميات هواية من السائل فراح تشسمه يقل تركيز الادراك لان كثرة السوائل بي بس سبيسيفيك لان هو بالاساس مبنية بين التوازن بين السالت وال والماء على نسبة الدفيوجن عن طريق التناضح

ابحاث برينال فيلر يعني اكو مشكله عدة قبل الرينال the tube راح تحطم الاوع التيوب مال كله ان افكتيف ريتريل راح يطحن اذا الضغط ال... ادرار العفو الاوعيه الدمويه او الشرايين راح تحفزن الدوستيرون جاي تقول لي انه اكو آه زياده بالتركيز This increased sodium absorption راح يسحبنا الصوديوم وراح يحفز لنا الاي دي راح يرجع الاملاح الماء والاملاح urine, uh, urine, حتى راح يرجع يون البلازما راح تزداد السوائل بالإدراك مقارنة بالبلازما so الى واحد اكثر من 2 الى واحد نكتو نكتو بوليوريا راح يزداد السوائل بالادرار او بمنتصف الليل بس خلينا نتاكد من هيك شوية لو جرافيتي او ذا بسبب مشكلة تيوبس ما راح تقدر تسوي ريتينشن للووتر او شو اسمه فراح يطرح بالادرار هاي بحالة الليل راح يحتاج انسان يتبول بالليل طيب واللي إن هو مانتعظع بال لا good statement regarding method is to أي من هذه العبارات بالنسبة لتحليل السبيس فيكارات هو صحيح يقول أي تكررت يو إنه اللي هو يقيس السبيس فيكارات بإدراك سابت النقص أو صف واحد كل ثلاثة بلو جاي هذا قصده هنا شنو قصده آه، انجاز آه، يورينومتر هذا شنو هو آه، على درجة حرارة خمسة فشنو هو آه، اللي يقول هنا درجة حرارة الواطئة راح تقل راح uh, تزداد density تركيز المواد بالإدرار كوز لأن الفلود ما راح يستبدل محل شيء فراح مثل ما نقول هذا يوني راح تزداد بالغلط corrected for the بين ذا باعتماد على الفرق بين ال, uh, urine تمبرتشر اند ذا كالبريشن تمبرتشر اللي هي 15.5 cells and undissolved solutes react if راح تعكس الضوء of highly specific gravity لأن هذين المواد غير مذابة والكذاك خلايا حالة درجة حالة الواطئة لأن يعني ما راح يكون السائل ال... نسبة الذوبان مالتها قوية كلش هذين المواد فراح تعكس الضوء بقوة ف specific gravity راح ترتفع خاصة إذا ال يون اه... غير ما مسنتر عدل &rlm;قرامتك specific gravity tests are less sensitive to none بينما عندنا الـقرامتك طريقة لونية specific gravity tests are less sensitive فتكون أقل تحسس يعني مو مضبوطة to non-ionized components مثل المواد الماء المو آيونية كاليورك جلوكوز and are negatively biased when large quantities of non-electrolyte وبذلك راح تبالغ بأقلية وجود آه كميات كبيره من المواد غير الاكتولات يعني قصدي يو غير الصوديوم والبوتاسيوم ت... فالكلوماتيك سبيس في جرافيتي ريدنج ار ديتيرمايند باي بي اتش تشينج هذا راح يعتمد يت... على التغير بالبي اتش بعد عند ابسون أربصم... سموتلي تقريبا 0.005 اقل من ال بحاله البي اتش ما ادرار 6.5 او يعني هنا أنا هو المفروض ال... ال... درجة حرارة حرار الظاهر مال ادرار مفروض 15.5 اذا كانت التمبشر مال اليورين اقل من هذا المقدار فعلى كل ثلاثة درجه سيزي اقل من 15 نقصها هالقد نسبه يقول تس ذا برنسبل اوف ذا كولرومتك ريجن سترمينيشن اكو ستر بيجي يقيس لنا سبيسفيك جرافيتي بالادرار شنو مبدا العمل مالته هذا يقول اي ايونك سترنث يعني قصده كميه الايونات الموجوده بالادرار راح تغير لنا الداله القاعدية of بولي boli على البول ال او عدة ال الموجودة بالستوب هاي البولي ال اللي هي موجودة بالستوب مالك اسيد اللي هو مع الحامض يسجو إيونايز راح مثل ما نقول يتاين حسب كثافة الايونيك سترينث بالادراج this causes the ph فراح ال ph indicator اللي هو في اوف بلو راح يتفاعل از اف ان مور وكانما يعني حامضية حمضيه اكثر اذا ايونك عالي لان الحمضي ال... عالي راح تاثرين على البولي راح وي مالك اسيد فراح يتاين تاين مال هذا مالك اسيد وي هذا آه راح يتغير بي اتش ديكيتر اللي هو بوما مثل ثايمول بلو لان راح يطير الحامضيه مال هذا المركب بسبب التغيير الايرونكسترند وكانما وجود المحلول اكثر حامضيه يعني هيش تحويله ذس اندكتور بي فراح يكون لونه ازرق at low specific gravity and green at higher specific gravity يقول ايش تتمنى جرين بي اتش تو اي من العبارات بالنسبه للبيئه الصحيحه مال ادراك يقول سي contamination should be suspected if pH is less إذا كانت ما أقل من أربعة من خمسة احتمال أكو بكتيريا يقول البكتيريا usual is usually associated with an alkaline pH caused by the production of ammonia. هاي قصدي acidosis acidic pH لأن acidic pH راح تفوزن البكتيريا راح تفوزن الأمونيا from storage may result in فهنا بهالحاله شنو راح والزيادة اذا اضطرنا بزيادة الادراج وقت طويل راح تقل هاي الفولتايل اسيد كوزنج انكريز فراح تزداد البي اتش بالحالة راح تصير قاعدية هاي بروتين دايت بروموت اكسكريشن اوف اذا شخص اكل اكل هواية راح تحفزنا على طرح المواد اللا عضوية الحامضية ذا تيبي ماكسيم اقصى حد يقدر التيوبيولر المال الكلى يطرح للبي اتش آه راح يزداد اذا كانت البي اتش مال اليورين اربعة بوينت خمسة اللي هو اقل حامضية تقدر الادرار او الكلى تقدر تطرحه بالادرار او تنتجه

الكلى او الاوعيه مال الكلى حتى تقضين على الحامضيه تساوي توازن فاذا فشل بها ما راح ما راح يصير عندنا بالدم الموجود بالكلى راح يصير عندنا حامضيه فبهاي الحاله شنو الهيدروجين ايونز ما راح يطرح بالادراب لان البايكربونات كذلك ما راح يمتص فما راح يصير استبدال بين شي بشي لا البايكربونات راح أه تسحبه وتروح بمكان الادرار اللي في الهيدروجين وكذلك أه ما يقدر اصلا البايكربونات أه يمتصه يعني بيها مشكلة فـ أوف صوديوم sodium فراح يعني يطرح وايد نسم من الـ wasting أه sodium bicarbonate عن يعني بايكربونات يورين وهذه الحالة راح شنو راح يطينا أه ادرار أه قاعدي بس بالدم راح يعطينا اسيدوسيس

ها بومن كبسول اوكي موجود بالكلى سبيس اوف جرافيتي فلتها سبيس ايش تقريبا سي اللي هو او واحد بوينت صفر صفر ثمانية واحد بوينت صفر واحد صفر اللي هي تشابه السبيسيف جرافتي ماي لان صوديوم كلورايد كالسيوم ام ار كومبليت وراح تصفى بواسطة في وياه وهذا تقريبا ازمناتي هي راح احسن نسبتها يقول بيشنت وذ بايشيلي كومبنسيتد اسبريتر الكيلوسيس شخص عد مثل ما تعوي كا اسبريتر صار صعد... مثل ما نقول طايح هواية بالسي او تو فصار عده respiratory ايكلوسيس فصار كومبنسيشن اله يعني احد المركبات القاعديه اللي مثلا تقول بايكربونات او الفوسف فوسفات باي العفو آه. فوسفوريك اسيد او ما يسمونه هذا احد المركبات تعويضية عوضت الحالة الحامضيه ولد هاف ايون فالبي اتش راح يصير بالحاله هاي يقول دي اللي هو 7.5 الى لأ 8.5 لان الكلى راح تمتص البايكربونات فراح البايكربونات هو هذا اللي uh, which result in lower net فراح راح يطرح يقل طرح كذلك the loss of bicarbonate to compensate for ها هو عنده الكلوسيس فراح يطرح البايكربونيت بالادراك فراح ي... شو اسمه يصير نسبته آه... بالادراك هو فصير حامضي قاعدي which of the following is most likely to cause false positive dry agent strip test for inner protein شنو هاي المشكلة راح تسبب لنا فورس بوزيتيف للبروتين إلى dry agent يقول بي هاي اللي بفرض اكيان يورين ايش تو هاي اللي يعني مثل ما اقول ضعف ولا مثلا اكنا عاين هواية لو شنو قصده يون, <applause> يون افروز بوز دراي ايجين تيست مي بي باي كورتيناري امونيوم كومباوت اه كونسباب الامونيوم كومباوت وش انكريز يون راح يزيدين البي اتش بوز دراي ايجين تيست عالي سنسيسيف تي غلوبيولين وغير حساس لغلوبيولين اه نيجاتيف از ان دا كيس اوف بينز جونز بروتينيوريا ارحى تطرح الوجود كمية كبيرة من

الفقرة الأخيرة يقول with sulfur acid which condition may produce a false positive result? جاي تحليل البروتين بواسطة أسيد يا برو بروتين يقول بي the presence of x-ray con contrast media

إذا حالت وجود جرافينات هواي فراح نفضل نقيسها بال نسوي الاختبار الاختبار توبيومتريك لأن أقل حساسية للوبيونين. بس حساس للألبومين سوف أسيد إز ليس سبيسيفيك مو سنسيتيف يعني إذا على كشف بس مو بصورة متكررة فوق ألبومين إذا تكون نسبة من ألبومين دائما بن بنسالين تول بوي تامايد ما يزلت ان فورس بوزيتيف خلينا نلاحظ ثاني فورس بوزيتيف تاي ستابيدومتري از ديفيكال تو ديتيرماين وين از كلاودي ما راح نقدر نشوف الاكوره اذا كان شانل... إدراك كلاود يعني مر... مثل ما نقول بي غير واضح بوجود وجود بكتيريا او ميوكس او كريستيول اكيناي ماي بي تغيرت ريديوسن السنسيفيتي اذا زادت القاعديه راح تخففنا من هذا الحامض تاثرين عليه فما راح تعطينا الحساسيه حساسية الحساسيه ها هاي البروفايل اكنين اذا سبيسيفيك جرافيتي از هاي اوكي ماي ازت انفو فيك شوز لو بيرنت سبيسيفيك جرافيتي اوكي انا اكتفي يقول this discrepancy between the urine uh, specific gravity determined by measuring. يعني يقول القياس specific gravity urine. بقياس عن طريق اندكس معامل انكسار او عن طريق اليون قياس ال uh, تراكيز الاملاح او تراكيز المواد الموجوده باليون شنو سبب الاختلاف بين هذا التحليل وهذا التعديل؟ يقول سي افتر بايلوجرام The intravenous polygram dye هاي الصبغة contains iodine and is highly refractal هاي high, يعني سبب معامل انكسار قوي Increase the fractal index of urine causing a false high measurement of solute concentration فراح سيبنا هذا الشيء Also undissolved dissolved شنو قصد نشوف بالله شنو هذا ال intravenous polygram شنو فايدته ليش يعني يعطونه يعني كل مريض ما يستخدمه قبل لا يسوي refractal index هاي فايت جماعة ال شو اسمه اشعة يعطون هاي الصبغة على مود يوضح لنا الكلى واليوتا والبلاد فاذا استخدم هاي الصبغة وسويت تحليل ادرار راح تطلع بالادرار فراح تعطينا غلط يقول اوف of the following is like to result in a false negative drive agents to test for شنو هاي العوامل اللي تسبب لنا تاثر لنا على انه تعطينا false نيجاتيف يعني يعني احتمال هو عنده بوزيتيف للبروتين بالادراج بس تعطينا قد اذا واحد من هاي العوامل موجود بالادراج شنو ياهو من هن؟ يقول uh, بنس جونز بوديز بروتينز شنو هاي بنس جونز بروتينز يقول دراي جنت ستريب يوزنج تترا تترام برو فينول بلو او تترام اوف كلورو فينول تترا فينول الاخير بولي هاي حساس شو اسمه كلش يعني ما ما تقدر uh, تلتقط او تكتشف الجلوبيولين عاد ماي نوت ديتكت اميونوجلوبين ما راح تلتقط اميونوجلوبين لايت تشين توبيدومتريك ميثود ساتش از ويل اوفتن فلازم افضل شيء يستخدم توبيدومتريك الحين شو بنك جونز بودي شنو قصدي بس هاي ما راح تعطيني فوز يعني بوزيتيف رياكشن وذ بنسلين اذا شو اسمه اذا اخذ البنسلين فاحتمال تاثرنا على الصبغه وتعطينا على انه عده شو اسمه ا بنس جونز بوديز بس خلينا نشوف شنو فان بنس جونز بوديز البوتين عفوا هذا انت بودي نوع من الانتي بودي اوكي كود لايت شين دي بودي نوت نورمال ان يو سام تايمز يو بيك مين اذا عنت, طلع الانتي بودي بكثره هذا سبب المالتيبل مايلوما. بسبب ما تمر ما ظل بلازما فيطلع بالادراء. يقول ديل دوز اوف بوتين نوت اكسيد مفروض كمية تطلع مات يومية ما تتجاوز بالحالة الطبيعية مية وخمسين ملي غرام اوف ذا نوت اكسيد or this detection limits, uh, of <applause> يقول احتمال تريس اما تطلع يعني كمية قيمة من واحد بوينت خمسة الى اثنين هذا يعني شو اسمه فحتى هذا هذا التحليل اللي هو قلنا عليه شنو هو الصرف يعطينا تريس امونت انا حتى 1.5 الى 2 يعني هو بالحاله الطبيعي يطلع بروتين وما يطلع بس ما يتجاوز ال 150 المهم هنا أنا يقول حتى لو بامراض طبيعيه حتى بالحالات الطبيعيه ما راح يطلع يتفلتر البروتين اذا كانت نسبته كبيره يقول which of the following it's least likely to cause false positive result with tobiomatic protein test يا من هاي العوامل اذا موجوده بالادرار راح تعطينا احتمال, احتمال نادرا ما تعطينا ايه. اقل من هذا البقية بقي يعطينا فوس بوزيتيف تيست لان التوبي مبني على الفلوريسنس او عفوا على الاشعة الاشعاع او هيج شي فهذا اني يسوي شو مثل ما نقول عكورة بالشسم او شعاع مثل ما نقول تعطي لون مفاجئ فزود لنا العفو الاشعاع فيطينا فوس بوزيتيف فيا من هاي اقل شي تقريبا تاثر يقول دي اللي هو اسيد هذا راح شو يسوي راح يختزل لنا دايزو سالت يوز ان ذا بلوبين انترايت تيست بحاله البلوبين والتايت تيست وراح يدفع انه هيدروجين بيروكسايد ذا فور بوزنس بيرسنس تيكن ميجا دوز راح يعطونا جعات هواي من أسكوربيك اسيد فيتامين سي ما شو يعطونا نيجاتيف انترفيرنس والتيست فور جلوكوز ما راح ياثرون على الجلوكوز وال والبلوبين والنترايت it does not cause either false negative or يعني نادر ما يسوينا شو اسمه يقول which statement best describe the clinical utility of the test for microalbuminuria. أي من هذه المصطلحات توضح لنا آه, يعني أحد شو شو اسمه أحد الأوصاف الاختبارات التشريرية بحالة مايكرو البومين يوريا اللي هو وجود البومين بإدرار يقول أي تيستنج يعني احتمال وجود المايكرو البومين يوريا بالإدرار شو اسمه احتمال يكشف لنا عن الحالة المبكرة من المرض شو اسمه السكري 14. لان يعني اول علامات الديابتس السكري رينال انفولفمنت تصير مشاكل بالجسم بالكليتين فيزيد عمليه طرح البومين يقول دراي ايجن ستريب أو مايكرو بومين يو ذات كمبر البومين تو كرياتين ديتيرماين ذا كرياتين كونستريشن بيست ابون ويش برنسبل الستريب اللي يستخدمون بالادراك العمود يقيسون الالبومين اللي قيسنا لنا تركيز البومين الى كرياتين ااا يعطينا بعد عن طريق هاي الطريقة يعطينا تركيز يعطينا مؤشر تركيز الكرياتين عن طريق شنو أي عوامل من هاي العوامل يقول اي فورميشن اوف سي يو كرياتين كومبلكس يقول وي تستكونتين ان ان هيدرس بفرد سي يو عندنا هذا المركب اعتقد هو النحاس الكهوليك تذكر مثل بن زاي زندين اند دايز زوبوبايل بنزين هاكي المواد هاي الديهيدروكسيد ان ذا بريزنس اوف كراتين بوجود الكراتين راح يسوي تفاعل بين كوبر النحاس والكرياتين كومبلكس فورمز وهذا شو راح يسوي آه, راح ياكسد لنا البنزيدين بواسطه الكحول بيروكسايد يعني شلون هاي سبستريت الكحول بيروكسايد يشتغل عليها مود يحول ال, ال, ال بنزيدين فراح يعطينا لون ازرق فشديته حسب لون الجسم يقول which of the following condition is it likely to be detected by direction شن يا من هاي المكونات نادرا ما يتم اكتشافها بواسطة ال reagents tube تحليل البروتين يوجي يعني واحد من هذني ها which of the following condition is likely to be detected by يعني حالة مرضية احتمال وجود البروتين يوجي نادرا ما تشير لنا إلى أنه وجود هاي الحالة عن طريق الستوبز مال يوجي أو يوجي يقول دي وين لاكتيبيا بروتينيو يا يقول سكشن اللي مثلا تقعد اجس تروتين تيست لان اقل شيء يقدر يقيسه هو 15 ملغ بي لتر البومين اند سفشن ديتكت وهو كافي لقياس ال البومين ليفل فاوند ان اورثوستاتيك البومينيو يا بحات الجماع يسرعتهم اثناء الوقوف يطرح البومين عندنا ديز امراض الكليتين باستثناء التيبلر بروتينيو Renal proteinuria result from failure of damaged uh, damaged blood tubule. Uh, Imtisas microglobulin beta. Dry agents to test for protein are poorly sensitive to, to globulin. does not detect small quantities of hemoglobin. هذا شنو السبب؟ يقول اكو يصير طرح بسيط لل بيتا مايكروجلوبيولين بحيث ما يقدر الدراري ايجنت يلتقطه ويكتشفه. وكل بو سنسيتيف. ما احط ان هو هيموجلوبين ومايكلوبين او مايكلوبين بروتين اكتوفوسيس فذاك بروتين اكتوفوسيس هو افضل يكشف لنا المايكلوبين أو او دامج تبيول او رينال تبيول بروتين يويا يقول ذا نورمال رينال ثريشولد فور جلوكوز يعني قد طيب شو اسمه عملية الطرح الطبيعي للجلوكوز بالكلى يقول دي من 150 الى يعني 180 ملغرام ساتر لازم تتجاوز هاي (the greenhouse cholerae) is the concentration of substance يعني تركيز الجلوكوز اه الموجود بالدم (العفو) (the concentration of substance in the blood that must be exceeded before it can be detected in urine) يعني لازم يزداد أكثر من هذا الشيء بالدم عمود يقدر يطرح بالكلى ويتم اكتشافه شنو قصدي بالغاز اكتا لان باي الحاله راح تشبع التيوبيولا التيوبيولا او الاوعيه مال او عفوا انابيب مال الكليه فراح تطرح هذا الشيء خارجنا راح تشبع راح يصير اكثر من قدرتها على الابزوربشن مال او الامتصاصيه مال وجاحه للدم اوعيه المستقيمه شوفون مكانها بالضبط بازا اكتهائية اوكي طيب على كده يعني يقول انفل which of the following condition is like cause most likely يا من هاي الحالات المرضية تسبب لنا لك سكة بادراء زيادة سكة بادراء يقول سي بريجنانسي حالة بعض الحالات تصير مشاكل بالهرمونات مثل بريجنانسي الحملة راح تصير مشاكل بالاستجابة للأدوية

أكسيدايز، جلوكوز اوكسيدايز هذا الاختبار طالع شو اسمه طالع نسبه من السكر موجوده بالادراك بس اختبار تقني هو ريدوسنج شوجر انديكيتر وبنديك ريجنت اعتقد طالع نيجاتيف شنو معناه؟ يقول تو جلوكوز يوريا الجلوكوز اوكسيدايز فيك هذا راح uh, يكون مخصص للبيتا دي جلوكوز أو أوزك كونسيدر سينيفيكنت أنلس إتس كونتامينيشن خاف أكو يعني إلا باحتمال أكو صار تلوث Reducing test should not be used to confirm positive glucose. مفروض ما يستخدمون عمود يشوفون الجلوكوز بالإدراع. Because uh, test because it's not a specific مو خاص أو sensitive. Reducing sugar test are used to screen infants for inborn in error. يسوون للأطفال خاف اكو مشاكل بالكربوهيدرات ميتابوليزم جلاكتوزيوريا بس ار نوت يوز تو سكرين بس مو عم يشوفون جلاكتوزيوريا يقول نيجاتيف جلوكوز اوكسيدايز اون اذا شافوا عكس الشي شافوا جلوكوز بس ريديوسينج شوجر بوزيتيف شنو معناها؟ يقول سي ذا اوف جلوكوز ريديوسينج شجر از يعني وجود بس ما موجود جلوكوز يعني هذا يستهدف الكلكتوز هذا الشي يستخدم يستخدم ايوت تيست يوتيلايز يستخدم الالكالين كاربوكسولفيت اند هيت والحراره تو اوكسيدايز عمود الاكسيدين او جلوكوز عندنا كذلك اوديو سامستازن شوجر عن انتي بايوتيك مي ريكت ميكينج ذا تيست ان بروبريت اكو بعض المواد مثل الشوجر والانتي راح يتفاعلنا وياه فراح تنا نيجاتيف او بوزيتيف سكرين وذ جلوكوز تيست مي بي اوكر ان لاكتوز بوجود اللاكتوز والكالكتوز والفوكتوز يوريا هذا اذا أدن بين ادغام بس جلوكوز ماكو يطلع ريدوسينج يقول ما وات كونديشن مي يورنري كيتون تيست اند ديترماين اند اندر استيميت كيتون كيتوسيس الحالات اللي زادت حامضيه بسبب مرضى السكري اللي يصير بها اجسام الحمضية، الكيتون باديز وغيرها فيقول بها حاله اذا لقينا كيتون بالاداره ما معناها انه او ما راح لنا الى انه وجود هذا عندك كيتوسيس يقول اي اسيدوسيس This one could me are sensitive to uh, to acid. They react weakly with acetone and do not react with hydroxybutyric acid. راح uh, يتفاعل ويا هذا الاختبار بس راح uh, بس ما راح يتفاعل بشدة وي ال uh, يعني يتفاعل ويا الاستيك اسيد بس ما يتفاعل ويا الاسيتون وما راح يتفاعل اصلا ويا يعني يصير تفاعل ضعيف يعني شفنا بس الاي 8 و اسيتو اسيتيك اسيد بس ما راح يتفاعل او بطء وي الاسيتون لانه كيتون بدي ثلاثه وما راح يتفاعل اصلا وي البيتر اه هيدروكسي بيوتارك اسيد. وي الاسيدوس اه اه فايفر اه فورميشن وهذا اكثر شيء راح يسوي لنا هو هيدروكسي بيوتارك اسيد هذا اكثر, أكثر شيء راح يسويه بحاله الاسيدوسز. وهذا ما راح يتفاعل وي شو اسمه اليورينال كيتون بدي اللي هو ستوبس او هيج فما راح يعطينا مؤشر الى ان وجود الكيتونز راح يعطينا فوس نيجاتيف طبعا هذا يكتب حالات الحمل وغير حالات مو بس يعني يقول اي اي أي ايزستيرمايند اللي هو اسيتو اسيتك اسيد احد الكيتون بدي يتم كشفه بالدرابيات افاعل ثلاثه وبعدين يقول اي صوديوم سايت وطبعا هذا آه مي مسنا عند اذر سلفو كومباوند اللي احد العلاجات اعتقد راح تعطينا فورس بوزيتيف ود, ود سيتيبس عند فينال بايروفيك اسيد او اختبار البايروفيك اسيد ها او الكشف عن البايروفيك اسيد او كذلك آه آه بعض الانتيباديات كشف عن بعض الانتيبوديات بواسطه طريقه الكلاسيكال تيوب قديمه تيست يقول نون ديابيت كيتون يويا كان اوكي ان اول اوف ذا اكسبت حالة الكيتون يويا موجودة لحالة الانسيدوسيس بس او طايح المواد الحامضية بالادرار بس غير تابع للسكري تحدث كل حالات بس اي حالة بقينا سجلنا عليها رينال فيلر موجود ستارفيشن اعتقد ستارفيشن ها بي اوكي رينال فيلر فورمسيسيف اوكسيديشن اوف بات فورمينج استيريكو انزيم الاكسيدنتال فات يعني هذا الشيء انتو دايبتك من تصف كيتون يو يكو ستارفيشن راح يصير ستارفيشن لان ما الجسم ياخذ الفات ويحولها الى كيتون نوع ناتج ايضا مالت الكيتون الكالوس لاكتوت اسيدوسيس فان جريك ديزيز جلايكوجين ستو كانت بي يوتيلايز كيتون يو يو كان بريجنسي اوكي بس اللي ينفع له ما شاء الله

بس ما راح تعطينا ادفع وايد غير ايجنسي فور كيتون سام كان بيمجد باي جاز كيوماتوغرافي قسم يقسم جاز كيوماتوغرافي وهذا بيمجد انزيماتيكلي لازم سيف فور دياجنوز اوف كيتو اسيدوسيس سنس فيفورتس فورميشن بس خلينا نشوف بناء فايروفيك اسيد اعتقد هذا مرض بجماعه الامينو اسيد ها اوكي هاي جماعة الامينو اسيد اكو بعض الانزيمات تتحول الى اسيد من صورة الى صورة فما موجود فيتراكم ال ال يقول هيموغلوبين ايون كان بي ديفرشيت فور مايغلوبين يوزنج شلون يفرقون بين الهيموغلوبين والمايغلوبين هذين اثنيناتهن واحد بالعضلات مال القلب واحد بالدم وثنين نفس الوظيفة مال يستخدم الهيموغلو الاكسجين طاقة طاقة شلون يفرقون بيناتهن بالادراك نفس التركيب يقول 80% يستخدمون أمونيوم سلفيت بريسبيتيت هيموجلوبين. was blood test however my globin is الماي يكون 8% يكون يعني آه... إذا أضافوا أمونيا سلفيت الماي globin ما راح يترسب راح يبقى ذائب بينما الهيموجلوبين لا راح يترسب فما راح يترسب الهيموغلوبين يضيفون مادة الشسم الس... الس... السوبر ناتنت after addition of سايتوم هيكسايد كونفيرم بوزنس يضيفون ان اي او اتش يعطينا المايجلوبين صح اذا هذا وجود مايغلوبين مايجلوبين بينما الهيموجلوبين مترسب يكون which of the following condition is associated with the negative blood test and increase in urine bioglobinogen اي من هاي الحالات احتمال تعطينا عدم وجود اليوبينوجين بالدم بس موجود بالادرار يقول دي اكسترا فاسكيو انيميا بوستيف فور بلاد كان اوكي آه وجوده بالدم اللي هو يوروبنوجين بعد حالة التحطم بالشسمه خلايا الدم بليدينغ انت إنتر فاسكل هيمولوتيك أنمي أون ترازيكيشن إنتر فاسكلر إنتر فاسكلر إنتر فاسكلر إنتر فاسكلر إنتر برودكشن يعني شو قصده؟ قصده البلوربين ما راح ينتج بالأوعية الدموية لا راح ينتج بالكبد فمباشرةً راح مو بالبلازما مباشرةً راح يطلع للخارج يقول سيف من ابو هذا الدراي انستري بلاد تيت استرو ايها من ال كما ال... ال... صحيح حول ال دراي ستريب بلاد تيست از ترو بس هذا على الدم مو يقول بي ابني ما كلمة بي ابسنت فروم ذا يورين وين ريأكشن از بوزيتيف يقول ذا بلاد ريأكشن يوز بيرسا بيرسايد مثل بنزايد هيموغلوبين هاز بيرسايد اكتيفيتي and catalyze the oxidation of اخره lahi. a sub whereas visible hemolysis does not occur unless إلا إذا يعني ما راح نقدر نشوف ال hemolysis إلا إذا كثر نسبة هيموغلوبين أكثر من عشرين ملغرام وهذا راح يقيس لنا تقريبا أربعة إلى خمسة إنتر تي بي سي بير هاي بور non أز نون نون than تريس RBS ثلاثة فوجود أكثر من 3 RBS بالهاي بالهايبر فيلد شنو بالسؤال يقول هنا abnormal color may بي ابسنت فروم ذا يورين وين ذا رياكشن از بوزيتيف يعني يقول اها دراجي ستري blood تيست قصدي آه بالادرار من يستخدمون الدراي ستريب مو اكو بمؤشر مؤشر الى وجود الدم الى وجود اكو دم فاحتمال شنو قصده؟ احتمال اكو عينات اكو خلايا هيموغلوبين بالادرار بس نسبته مو كافيه عمود تؤشر لنا مالته عمود يعطينا بوزيتيف احتمال هو بوزيتيف بس لون ما تغير لان نسبه الدم بي قليله فهي قلنا هي فلازم شنو يشوفوها تحت المجهر يقول أما دريت بوز ذا بلود تيست أند تريس بروتين تيست أر سين أون ذا شافوا إنه بلود تيست يعني أكو دم أكو دم بالإدرار أو بالإختبار أي بالإدرار ان تريس بروتين تيست أر سين شافوا إنه بروتين موجود تريس أمونت قليل أند 11 الى 20 ار بي سبير فيلد ار سين مايكروسكوبيك وشافوا بالمايكروسكوبيك اكزامينشن ب 11 الى 20 خليه دم حمراء شنو هذا السبب وجود هذا الشيء؟ بحاله يقول دي ريسنت يو نتراك كاثيترايزيشن بحاله الجماعه يسووهم قسطره بالريس وينو تراكت شلون مثل ما نقول راح يعني سرعتهم نزف او هيك شيء فراح يطلع بادرار the blood test to detect intact rbc hemoglobin urea and myoglobin urea yani يعني بحالة الهيموغلوبين او الميغلوبين الماي... اذا بالادرار كذلك الrbc راح تعطينا positive cause of hemoglobinuria urea include intravascular hemolysis السبب بوجود hemoglobinuria urea بالادرار هو intravascular hemolysis يعني كنت حل البلازمين او حالة transfusion reaction نقل الدم نقطة or lysis of تحل الrbc an infiltrate or urine caused by alkaline Are urine caused by alkaline or hypnotic condition or uh, in the filtrate or are urine caused by alkaline or hypnotic condition. Canine hypnotic condition. يعني قصدي كميه ال هاب وضع يكون بال المواد الذائبه اقل من القيمه الافتراضيه هيك قص اعتقد كوز الهيماتوريا اللي هو دم بالادرا كلوت اوكيوت عن كون دم نفايت بوليسيستيك كلى شعك بالكلى او ادريال كانسر بوست كاتيزيشن لو هذا الشيء هو هي الجواب مالتي يقول which of the following results are discrepant يا من هاي النتائج تقيم بيتناقض. تناقض يقول سي نقدر بلد يعني شافوا انه ما ماكو دم بالادراك بس لقى ستة الى عشر خلايا بالفيلد الواحد يقول سبب هذا بلد يس ال شو اسمه يمتى يأشر اذا اكو دم ولا اقل شيء او بوينت او خمسطعش اقل بالالف من الغام بيدو ستريب فيهم مقلوبين اند و4 إلى 5 أر بي سي. The protein test detect بينما البروتين 15 من غرام البوين but of substantial more hemoglobin is required. لذلك نحتاج بعد هيموجلوبين على مدتين بوستف تي اس. سمول بدي اكشن يعني راح يصير اكو تفاعل بس ما نقدر نشوفه عيانيا يعني هيمولايز او مودريت هيمولايز تريس. تريس تريس او سمول يجي ولا اوكي عند ابسنس وهذا طبعا ما له دخل بالبروتين يعني حتى صار بروتين بوستف بس بلد كان اوفن اوكي ان ذا ابسنس اوف اي بي سي ما يعطينا تعطينا بوزيتيف تيست ليد بالادرار حتى لو ماكو اي بي سي هاي خاصة اذا اكو تحلل يمكن اعتقد انت رافزك هيموز اذا اكو تحلل بالار بي سي فيطلع الهيموغلوبين ماي جلوبين او لايسز اوف اي بي سي كوز بالكلاين او هاي بنوتيك اذا صار تغير بال تراكيز او الاملاح بالادرار فراح الخلايا الدم الحمر ما قاعد تحمل هذا التغيير المفاجئ لا بالدالة القاعدية كذلك ما راح اه, تتحمل تغيير مفاجئ بتراكيز الاملاح او المواد وراح تنفجر Abortive test أو severe shrinkage Abortive test for protein and negative blood test occur in hormonal incondition ما راح تطلع بblood test negative Abortive blood test negative بيع حالة البيع orthostatic albuminuria or a tract infection diabetes mellitus However, negative blood test should not occur if more than A, a, blood, a negative blood test should not occur المفروض ما يصير آه ما يقول ما يقدر نقول نيجاتيف بلاد تيست الا اذا كان اكثر من ثلاثة الى اربعة سي ان ذا مايكروسكوبيك اذا لقينا من ثلاثة الى اربعة بي سي او اكثر من هذا الشيء ما ما مفضل نقول نيجاتيف بلاد تيست اما هو فورس نيجاتيف امس نون هيمو معناها ما شافوا اكو بعد الخلايا المتحلله او شافوا انه بعض شو اسمه

آه انكون جيك بلوبين او ما يصير تحلل بالدم راح يكون مرتبط بالجلوكونيك اسيد من يروح للكبد يوفر بالجلوكونيك العفو مرتبط بالالبومين من يروح للكبد راح ينفصل عن الالبومين ويرتبط ورا الجلوكونيك اسيد وبعد الحالة قبل راح يطرح بالادرار فلازم يمر بالكبد ويطرح بالادرار احتمال ريفام بين احد لاجد كلهم فرا زون ها بين ريبورتد يعطينا بوزيتيف المفروض الإدراك كون تو جاهز لأشعة الشمس تحطها من البلورابين والى آخره. يقول <applause> لك أوف ذا فولونغ ستيتمنغ جاعدين يورنا يورو استويها من هاي فقرات بس آه، احنا خلينا تأكيشنا الفامبين حتى ما ننساه. موضوع اوكي. شو حاله من السي يقول دراي ايدج داز نوت ديتكت ليفل ما راح يقدر يقيس الكميات القليله من اليوروبينوجين اليوروبينوجين يتحكم به يعني اليومي الفاريشن فاقصى شي نشوفه بالافترنون تكون اكثر شيء نسبته فذاك بوست برانديال افترنون فذاك ياخذون عينات منين بيا وقت افتر ميل بعد الغداء اوكي okay. هو افضل شيء يستخدمه يعمل يقيسون اليوغابيناجين واليوغابيناجين فوند باي بكتيريا ريدكشن اوف كونجيكيت البكتيريا تختزل لنا الكونجيكيت بلوبين ان ذا بول ان بوستيف جوندس او بحالة ان بوستيف جوندس بيصير انسداد شو اسمه يتكاثر بالروبين او يزاد نسبه الدليفري اوف بالروبين تو ذا تستن از بلوك مسدود تزلتك ان ديكريز فيكل فراح يقل بالفيكل والسيرام اند روبين هوفر ذا دراي ريجستر تيست ار نوت فراح فما راح تكون نسبته كافيه عم تقيسنه هاي نسبه قليله طالعه بالدراي يوروبين اوجين از رابتلي اوكسيدايز راح يتاكسد الى يوروبين وش دوس نوت هذا الشيء ما راح يخلينا اياه

موجب انزيم موجود بالبكتيريا. Unfortunately has been reported when the urine is highly acidic وشافوا انه يعطينا نتائج فوسا uh, نيجاتيف اذا كان حامضي اكثر. النترات شلون يتكون؟ عن طريق ال reduction of diet derived nitrate عن طريق النيترات ال الموجود بالغذاء راح يتختزن قبل البكتيريا and react with arsenic acid or sulfonamide to form diazonium compound

وبالاضافه لذلك مفروض البكتيريا أه. سوينا ريدكشن للنيتريت تحول الى نيترايت يعني اذا نيتريت قبل طرح بدال ما راح شيء لازم يتحول الى نيترايت يقدر يكتشف الجسم يقول which statement about the dry reagent strip test of leukocyte is to be صحيحة بالنسبة لاختبار النيترايت للليكوسايت يقول بي

وهذا الاختبار راح يقيس لنا الاستريز ان يورين بالادرار از وايت بي سي كذلك راح يعطينا الوايت بي سي بس مو حساس كفايه لقيس لنا الوايت بي سي اذا كانت خمسة الى عشرة بالفيلد واحد بعض الانتيبايوتيك وبعض البروتين عالي ولا سبيسيفيتي راح تهبط لنا وجود الاستريز برودكشن فورما فورما يمكن كوز فولس بوزيتيف بينما الفورمالين احتمال تعطينا فولس بوزيتيف يعني احتمال تشيرنا لا وجود وايت بي سي بس هو الحقيقة ما موجود عندنا فورمالين. يقول شوف ظفرينغ ستيتمنت كرياتين كليرنس از كوغت. العبارات تشيرنا الى نسبة تصفية الكرياتين هو صحيحة. اكو معادلة مع كرياتين كليرنس. يقول دي كرياتينين كليرنس از ديبينت ابون ذا لين بودي ماس يعتمد على وزن الجسم. لان الجسم كما يكبر كتله الجسم العضلات هاي فنسبه الكرياتين راح يزيد طاقه حاليا راح راح يستهلك هوايه كرياتين امينو اسيد امينو اسيد بالتفاعلات يقول ميل بيشنت Uh, glomerular filtration rate هاي المعادلة سووها is 75 ملل بل... this indicate يقول GFR من 90 إلى 120 طبيعي أقل من هذا الشيء لو reference limit, below uh, values below the reference but above the above the هسه شي يقول هو عمل بعشرين جي اف ار هو خمسة وسبعين مليتر بالمئات بينما هو هنا يقول نورمال جي اف ار اقل من القيمة الطبيعية اوكي فاقل من هذا الشي شنو معناها بس اكثر من سبعين ستين بالمية ستين مليتر يعني اكو حد بعد ادنى من هذا الشي اندكيت بجلوميول دامج يعني اكو مشكلة بجلوميولا but for severity sufficient to cause septum but not of severe بس مو دامش كفاية عمودي يشيرنا الى اكو راح المريض المريض راح يشكو من اليوريمي او جود يعني او يرتفع اليوريا بالدم فهي مشكلة بالجلوميا فلتريشن بس وذاوت اليوريميا لو اقوى من هذا الشيء طينا يوريمي which of the following test is a specific measure of urine filtration rate اكثر اختبار هو يقيس لنا اكثر دقه بقياس اليوريا فلتريشن يقول دي اللي هو سستين سي سستين سي is small body aids inhibitor يعني يهبطنا واحد نعمل enzyme this is produced as a constant rate emanated exclusively by glomerular filtration not dependent on ما يعتمد على الأيج والسكس ولا على the neutral state بينما ما يعتمد على الذكر أو الأنثى. of the cestine is decreased when the glomerular filtration rate is decreased الى آخره. يقول which statement regarding يوريا is to من هالعبارات صحيحة بالنسبة ليوريا يقول أي يوريا is 100% filtered by the glomerular يوريا هي مادة أيضية سامة يعني الأقل سمية من الأمونيا بس لازم تطرح هو بالجلوميات 100% تطرح بس التيوبيول راح يرجع 30 الى 40% من جسمه منها وبهذا هذا البلاد يو نيتروجين تركيز اكثر من الكرياتينين حتى برينا الفيلر 70% آه راح يسترجع من الكلى ويطرح بالدم فذاك ترتفع نسبة اليوريا فعت بو يعني مشاكل قبل الكلى أقصى بالكلى اعتقد شيء بسبب كان بي ابزورب أو to ذا بسبب شنو هذا يعزى الى شنو سلو موفمنت اوف filtrate through ذا تيوبيول بسبب بطء حجم النيوريا الظاهر يعني حجمها اكبر من الكرياتين فما راح بسهوله فراح انت تشي يقول give the following data calculate the creatinine شلون نقدر نحسب الكرياتينين آه, كليرنس عندنا هاي معادلة نطبق معادلة كرياتين آه, يوريا تقسيم بي كر... يوريا ك... 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 كرياتينين كرياتين بالإدرار على البلازما كرياتينين آه, في الفوليوم يوين فوليوم حجم الإدرار مطروح آه. في واحد سبعة ثلاثة اللي هو ثابت طبق المعادلة تطلع عني 78. 78 قليل يعني ثمانية و وثمانية سبعين قليلة طبعا هاي يعني عدة دامج بالتيوبيول هذا نكتفي اليوم نجي فقط يون مايكروسكوب يعني كلينكل كوريليشنز شنو ندرس على التحاليل الكيميائية للإدرار. هسه راح نشوف بالمجهر شو راح نشوف بالضبط أو ال آه اسأل وجوبة عن ما يحتوي إدرار يقول which of the following dyes are used in Sternheimer مالبن stain يا من نوع هاي الصبغات تستخدم بهاي الصبغة يقول بي crystal violet and سفرانين وهاي فالتها يفرقين بين الخلايا الظهارية لل نسيج الـ أو ال تيوبس او لل العفو كدني عن الترانزيشن سيلز مثلا الخلايا المتحركة شكلها يتحرك او المتغيرة والكلاك بولموفو نيوكليك سيلز اللي هي الخلايا النيتروفيت او الباص هذا وايت بي سي از تو اي من هذه الفقرات او العبارات صحيحة بالنسبة لل راسب للوايت بي سي يقول دي YPC cast indicate the bio is of renal uh, وجود ال هنتأكد من البايو ايش قصده ها معناها وجود ال ال وايت هو بس المشكلة بالكلى وليس مشكلة بالجزء الأسفل من الكلى او المصدر مالتها. Which description of sediment which uh, with الترنهايمر مال بنستين از <سؤال> كوركت من هاي العبارات بالنسبة لهاي الصبغة صحيح يقول اي ترانزيشنال ابيثيوم لازم يظهر الترانزيشن ابيثيوم او الخلايا الظهارية المتحركة بمثانة بيض يلو شاحبة زرقاء نيوكلاس داك بلو والنواة تكون زرقاء غامضة يقول حالة خمسة لتر من يورين is submitted على مدى هاي الإدراغ analyze immediately the specific gravity held gauge pH gauge, شافوا دم هو عدة Marks of examination شافوا من 10 إلى 20 RBC bear high power field reaction قليل and the microscope examination شافوا بس خمسة white PCB which is the most likely cause of the result شنو مش بهذا يقول C insufficient volume is causing microscopic results to be under underestimated يعني شافوا انه اذا البلد بزيادة هواية مفروض يعني اكثر من هواية مو بس 20 RBC مفروض هواية تطلع كذلك ان آه ال اسمه small positive يعني الوايت ال سي كمية اكبر تطلع فلازم سباشن شوت بيجي لوتي تو نورمال سلاين 12 ملي لتر دين سنتفيوج سنتر و هل جيت نسبس ديمن شوت بي ريبريت اكوردينغ تو استابليش بروسيجر ان ملتيبل باي ديليوشن فاكتور وهذا العامل جسمه التخفيف الكربوني يعني حجم الإدارة ضخم وكافي. يقول لك أوردر ستيتمنت

من الابريوثرا من المثانة والحالب والحوض الكلى والى The which of the statement regarding examination of unstained sediment is to أي من هاي العبارات تخص آه الراسب راسب الماء مصبغ صحيح يقول B large number of transition shells are often seen after catheterization النسبة الكبيرة من ال transition shells نشوفها بعد القسطرة أو العفو الكالترويزيشن أنا يعني قصدي شون هذا ال الامبو بيخلونه بال بال جهاز ال كم مليون سسستيم عايمود خاف يعده مشكلة بالداخل أو بالبول. Which of the following statement regarding cell found in your sediment is true؟ أي من العباد الخاصة بال uh cell's موجودة urinary sediment is true؟ it will be cylindrical or oblong polyhedral and have an eccentric round nucleus. اذا قصد بالبول يعني شلون شكل ريال تيوب شكلها والنواة تكون دائرية بس مو مركزية يعني طرفية الموقع ثري دايمنشنال شيب وذ فلات بايجون فيس سترايت يعني هيجي يصير شكلها هي. متعدد سطوح اوكي يعني خلينا نشوف هسة شسمه هاي ريال تيوب سيل خلينا نشوف شلون شكلها يصير

شلون راح تطلع الاي بي شكلها يعني شكلها مو منتظم اوكي يصير شكلها مو منتظم ديستوكشن سايتو سكيلتون راح تلعب هالصورة هاي يقول وين التيوب اللو هنا شيء بضل شي يقول هنا سي ار بي

يقول دي ها سايت من فيروس وانفكشن اوف ذا كيدني هذا النوع مرات يسبب او صار بالكيدني طبعا نسبه كبيره من التربيل يقول ذا اوفر اوف فوت باراسايت مي بي فاوند ان اي آه بويضة للطفيليات من نقاها بالإدرار يقول سي شو السيستيوم هيماتوبيوم اللي هي موجودة بالإدرار calculated Okay. يقول oval fat bodies are often seen يمتى نشوف اجسام اه دهنية بيضاوية بالإدراك بها حالة يقول B نيفوتيك سيندروم حاد نيفوتيك ضل الخلايا تعبوا كل حد الدهون يقول all of the statement regarding you cast are to accept كل هاي العبارة صحيحة بالنسبة للكاست الكاست اللي هو تجمع مع الخلايا او دهون او شو اسمه بس صغير على شكل يعني تجي مجتمع كل زجاج باستثناء شنو يقول سي كاست كان بي سين ان significant نمبر ايفن وين بروتين تيست ار نيجاتيف نقدر نشوف كاست لا هي ما كاست كلش قليل ناشي يقول بروتين يوريا كومبوننت سلندريوريا uh, because protein is the principal component of casting يعني هو الشكل الأساسي بالكاست after strenuous exercise بعد تمارين شاقة هاي لين كاست may be present in the sediment number but will disappear after resting okay. فإذا وجود البروتين هو يشير لنا إلى وجود كاست لأن هو راح يسبب لنا هالصورة هاي يقول which condition promotes the formation of cast شنو السبب راح يحفز لنا وجود الكاست بالكاست باليورين يقول سيب reduce filtrate formation Good cast formed by an acid filtrate بسبب الحامضية شو الص... اسمها الحامضية القاعدية وتركيز عالي ش... slow movement of filtrate ال... بطء الحركة مع الفلترات and reduce filtrate formation appearance of gas is اوكي يقول the and location. Okay. It spent التركيب الفلترات او للراشح شنو قصدي بالاسيد الفلترات خلينا نشوف والله يقول the be protein that form the matrix of the hyaline cast is. البروتين المخاطي اللي كون الهايلين كاس شو يسمونه؟ يقول سي اه تامن اه تامن هورسفول بروتين يقول سي دو كاس اللي هو تشبه الكاس بس مو حقيقيه شنو سببها؟ سي يقول امورفوس يوريت اكو نوع من انواع المركبات يسبب هذا الشيء I off ah, I couldn't pass over. <laughs> I Which of the following statement regarding unit tract is correct? i mean, D. Let broadcast our. broadcast are associated with severe renal tubular obstruction. يعني إذا صار انسداد بالكليتين يعطينا broadcast renal disease حجم يكون كلش كبير يعني بهالصورة هاي إذا صار انسداد أو التهاب بالكلى شنو مكوناته؟ واكس يصير okay. اوكي ما جاي قلنا شي محتوياتها مو مشكلة يقول سيدمنت تود مودريت هي ماتشويا عند ابي سي يعني راسب شافوا بيه واي نسمي من ابي سي والكاس موست لايك زوتشين سببه يقول سي اكيود جلوميرين فايتس

لان سيريال كاست يعني صار من ناس من كاست لان الكاست مصري ميل راح يبقى بال تي بي لمده طويله فور ذا جانيو بوتي ما تو واكس فاي قلنا ما يصير واكس على الشمع كونيك اند ستيج رينو فيلر يقول حاله Uh, sample analysis patient subject of having transfusion reactions with your small yellow brown crystal, chaff or idle crystal at Josia or Safra with microscopy agent strip test. I know what to be a map is not a cool with them and trace positive. Buck about him on your BH. The should be performed to both identify the crystal shins of her crystal. She's on Necessary. Good D a Russian blue stain.

to reaction to detect hemosiderine deposit in your okay I'm going على وجود hemosiderine يعني وجود حديد which examination of the sediment which of the following is considered abnormal finding يعني yeah, من طبيعية يقول سي من صفر الى واحد رينال سيل كاست غير لسي بس نجد ديزيز بوس افتر إن كوسير الثيولس تظهر في التهاباتيسيات مقدمة النضافة والتهاباتيسيان على يعني ما نادر ما يشوفون خلايا ال شو اسمه اللي بثيولس يوصل المكاست شو بقولشون راح يصير عبارة عن بثيولس يوصل مجتمعات. اوكي بس شي معناه هذا مرض ضد السداد نكروس اثنين غلايسو توكسيكي تو اه اثنين توكسيسيتي العلاج هذا تسمي يعني اوكي كوزمتيك يقول أن سامبل ود بي اتش اوف 6 برودوس ابوندنس اوف بينك سيديمنت اف سنيف ذا بيس دنسلي باكتيريو شافوا انه لون اصفر ريدش براون جرانيول اندر ذا مايكروسكوب ذا كريستال ار سو دنس ذات نو فورمد كلش هاي الجرانيول كلش واية كثافتها عاليه بحيث ما اقدر يشوفون اي شيء شنو لازم يسوونه You suspend the sediment in very warm saline, the full saline will be centrifugation, the long centrifugation and form an acid or you they often follow with refrigeration. That's Just our... me. The meat lil urine can be dissolved by the warm saline or the utene or your... it you should occur here. how can hexagonal? uric acid crystal be sequenced from cysteine crystals. Shouldn't it for me being hexagonal uric acid mess cysteine crystals? Eagle B. Cysteine give a positive nitro uh proside test after reduction with sodium cyanide. It's a one uh uh sobratil uh nitrocy. Uh rain shon shouldn't go to one now she will flat six sided uric acid can be mistaken for cysteine crystal. ستون نيوترال سيستين كريستال اكلا لس يكون عادي اللون يوكا سيد بيجمنت ديالو سيستين ترانسمنت بولايز لايت اند سولبل اند ذائبة وتسمح بموضع المستقطب يوك اسيد انسول ما راح يذوب الاس سي ال انا ان انيستروفيك ايجوسيستين از ريدوس باي نوش فورم

آه يعني بالدار نفسه يطير لون أحمر، أوكي. يقول: The presence of triocine and uh, diocine has uh, an amino acid crystal together in the unit, it doesn't usually indicate you, it's not a bad thing. Diarocine and AOC, chronic renal liver disease. نقص بالـ إنزيمات، it's not a bad Which of the following crystal is آآ uh, اسكونسنت نون باثولوجي أي وجود هاي الكريستال معناها طحال طبيعية. خمسة وعشرين جول سي أمونيوم بيويت أما أما أنو الكريستالات ده أصدار غزلت فاهم باثولوجي كريستال غزلت فاهم تعرف زك كنسبة لغابين كريستال فاهم اللي يصير كونيك كوا تك عنده بسيط وتجهيز نفوتكس سيندرام أوكي كانشوا أميون بيويت اللي هو اللي كان الطريقة Aynı şekil Bu şu şekil bile o mi? باش سو هاي البلو يقول اتوتش يا بي اتش منهم بايوريت كريستال جود فوند ان يو ان بي بي اتش يطلع الامونيوم بايوريت يقول دي الكلاينيون اونلي بس بالكلاين جوت اوف ذا فولون كريستال از سين فروم اه كومنلي ان كلاين ان نيوترال يا بحاله الكلاين نيوترال نشوف ال الكريستال موجودات بال يعني من هذا الكريستالات يقول سي ماغنيسيوم امونيوم ام ام فوسفات. يسمونه تربل فوسفات. نشوفه شكله بهالصورة هاي اوكي أنا ما ظرف او قطع حديدي آه سباك ذهب يقول which crystal appears in you as long <hesitation> يظهر بالدراك الطويل آه وضعيف اكساغونو سداسي I think to ingestion of large amount of benzirك و <hesitation> كبيرة كمية كمية كبيرة من بزرك أسيد يقول بي بيورك أسيد يشبه التابوت كوفن هسه هو هاي يطلع إذا هنبذو كأس الشيني قصدي

شوفها تحت المجهر تطلع بها الصورة هاي يون اوف كونستانس اليون الثابت السبيسيك جرافيتي مالته من 1.008 الى 1.010 شنو سببه؟ يقول ب اه... رينو تيبير فيلر فراح تزاد نسبة الفوليوم ال ال بي ما راح يصير absorption او ما راح يصير اه... تأثير بوصل الهرمونات عليه a good look of the national ballad nadiobat of

won't let you down. No, because filtrate is slow under this influence of aldosterone, sodium راح يرتفع ويبقى الكاتين بطيء بينما طبيعي او الفرق بين عشرة او اقل يقول of the كاركترايز كرونيك لومينوفرايتس اند تو فروم كيوت فرق بين كرونيك كيوت اللي هو التهاب الجلوميولاي يقول بي بوليوريا يصير احتقان بال او عيدة مال هاي في كوزين اوف او نهائيا انكوستات بو يو اس ويش ويذ كون بينما يسوي بسيل بال كون كلو مين فراكتس سكارينج اوف كلوكتينج تيو ويل بوث اكيوت ان كون جيمس بكوز لو يون اوزمولاريتي راح يقل الاوزمولاريتي ازوتيميا اسيدوسيس هايبوتنشن يعني يويا بالادراي تصير ها بال

امتصاصيتها النورمال اولو لو بوتاسيوم هاي بوتاسيوم فراح بوتاسيوم راح ان هاي بكلم من كرونيك رينال فيلر سكانج اوف ذا كونكتين بوفينت سالت اند اتش تو ابزوربشن فراح ينطرح بالادراك كرونيك رينال فيلر باي انترمتنت هيفي هيماتشوريا اند وجود هيماتشوريا رينال يوريا

تو ما راح تجيب فما راح يطرح كمية كبيرة كلش من الصوديوم الكالسيوم ما راح يس يسوي له يقول uh, acute brain nephritis is commonly caused by شنو السبب بسبب ال uh, acute brain اللي هو التهاب البكتيريا بال شو اسمه يونر تراكت يقول اي بكتيريا انفكشن مدري انترستينيوم خلينا نشوف مدري انترستينيوم وين صاير والله يعني هاي بال هذا هن اللوب هاي كلها يسمونها سمانكن... كلمة اه اوكي يقول all of the following are common characteristics of lymphatic syndrome except يعني فوتك يعبر لنا الدهون يعبر لنا البومي بس هي ماتشوري بايو بايوريا سيفير اديما سي هي ماتشوري اند بايوريا ما لها دخل بالدم وجود الدم او التهابات بس هاي عبرها كلها which of the following condition finding in patient with obstructive شخص عنده انسداد بال المجرى البولي شو راح يصير عدة يقول بي ازوتيميا راح يرجع اليو يوكياتني بالدم يقول ويو لايت اند وي دي لايت كيدني ستونز ار كومبوست اوف شنو هاي النوع من نوع الحصوات بالكلى منين تتكون اعتقد كالسيوم اوكزاليت 43 اي كالسيوم اوكزاليت ثلاثة أربعة يقول لك ستونز أر كومبوست أوف كالسيوم سالت سايبر Biothyroidism is coming with calcium stone, stone, combo, a uh, combos of magnesium ammonium phosphate, are caused When I'm on ammonium phosphate, stone some similar, still white and lodge in the renal belt, will help, causing characteristics. Tag horn, they were shown in the. uh It's so okay.

يقول which of statement uh, uh, renal أي من عبارة تخص renal صحيحة يقول أي calcium calcium phosphate كاونت فور ذا اباوت هاي مساحه هنا هي تشكل حجم اكبر بالحصوه كده بس هنا نرجع ل which of the following condition characterize acute renal failure and help to differentiate it from chronic renal failure قلنا acute renal failure يعني ال hyperkalemia ليش يفرق لنا بين ال chronic وال acute glomerification <coughs> <coughs> coupled with decreased tubular secretion result in hyperkalemia راح يزيد نسبة ال potassium البوت... زيد نسبة البوتاسيوم بنعمل كونيك رينال فيلر لما راح يصير اوف ذا كونيك صارت فما راح يخلي الاش تي او بالعكس راح يصير هايبوكاليميا اوكي هاي هنا يكتفي نيجي لل سيربو فلوت او سيروس فلوت عن سينافيل فلوت هذه بعض السوائل الاخرى الموجوده بالدماغ وكذلك بالجوف وعند الفيميل بالنسبة لل اعتقد السؤال السلوي هذا السينوفيل بالنسبة لأول وحدة يقول سوبر سبينال فلوت از formed باي الترا فلتريشن اوف بلازما شنو هو؟ اكو يسموها اي بلكسس بلكسس شلون تجي عبارة عن كابلاريز أه بالفنتركل مال الدماغ الصف صف الدم شلون حاجز بيريا تعتبر ما ما تسمح بدخول الخلايا فقط المواد العناصر المغذيه الدماء يقول وش ستيتمنت جايدنج سي اس اف اي من هاي العباره الصحيحه يقول اي اللي هي نورمال فاليو فور مون نيوكليوس فور انفانت ذان يعني نسبه المون نيوكليوس ار بالانفانت او حديث الواد اكثر من الادلت هاي يقولون ها الليمفوسايت تقريبا من 40 الى 80 لانهم عندهم شيء الليمفوسايت الاطفال 40 40 الى 80% من الوايت بي سي والمونوسايت ماكو من 20 الى 50 انت شو تبي اقل من 10 بالنسبه للاطفال طبعا بس شو اسمه يختلف احتمال انه الوايت بي سي طبيعي واحتمال اكو مرض يعني مو شرط الا وجود هذا الشيء يقول وين uh, collecting CSF uh, difference between opening and closing fluid pressure greater than H2O indicate شنو قصدي هنا أنا, uh, من عند يتم وخز المريض وسحب منه CSF فشافوا انه شنو اكو الناس شن مثلا سعدهم تدفق للسائل بصورة كبيرة او بصورة صغيرة شنو هذا السبب يا عزيزي شنو هذا السؤال آه يعني شو مئة المي... مليمتر بالاش تي او اندكيشن معناها يقول اي لو سي فوليوم يقول شنو هنا لو ما سي فوليوم نسبتها نسبته من مية, مية الى مية وستين اذا نسبة قليلة اه... انا ابدا من هاي ديفرنس از ابسيرد وين بين الاوبننج اند كلوزنج بريشر از نورمالي تقريبا يصير بين ال كلوزينج ولا اسمه؟ هنا شو شي يقول؟ شنو قصده هنا؟ المريض يسووله جهاز اسمه مانومتري هذا من يثقبون ال يسوون لمبة ويجي ال ال مثل ما اقول شو اسمه سي اس اف راح يتدفق هنا فبي ضغط هو حسب حجم السي اس اف المكونات بيه هذا الضغط مالته راح يجي هنا ويجي هنا هذا شلون بيقياس هذا أه، راح يصير هنا فراح يصعد المقياس مالته خفة القياس مالته قلنا مليمتر هاي اللي هو مليمتر فهو شو يقول هنا أه، المفروض هو سي اف من مية الى مية وستين فهذا الضغط اللي اثناء ما يجري ويصعد مثلا نسبة معينة هذا يسمونه أوبينج برجر من يخلص يعني يوصل الى حد ويساوي بالضغط هذا يسمونه كلوزنج برجر راح يوصل حد معين هم وراح يوقف. فيشوفون الفرق شنو شو يقول هنا؟ يقول وين فوليوم از لو ذاك كان نسبه الدم بالسي اس اف قليله اكيد راح يكون از اوبزيرف بين ذا اوبنج لاند كلوزينج ذا ديفرنس از نورمالي راح يصير فرق 10 الى 30 ملم متر اش تو uh, ورا ما يسحبون 15 الى 20 ملي يقول لو اوبنينج يعني ورا ما يستخلصون هالقد نسبه السي اس اف يقول لو اوبنينج برجر اذا شافوا نسبة تقريبية معناها كوز by فوليوم يعني مشكلة عندي نقص بال csf اس اف او بلوك ابوف ذا puncture سايت او صار عندي أه فد شي يعني جاي بلوك صاير او مثل ما جت الضربة جت النيد العدل شكيت هيك شي يصير لو بلجر هاي opening pressure اذا صار عندي نسبته هواية من يعني السي اس اف اذا صارت نسبة السي اس اف فوليوم كبيرة او نزل صار عندي بال سي ان اس بحيث جاي يدخل دم وي سي اس اف فيسوي ضغط يزيد حجمه ومنجلنس اللي هو سرطان

مال شو اسمه مال سباين او مال الجهاز العصبي لان نسب راح يصير نسب البروتين راح يزداد هيموجلوبين راح يزداد كذلك بي لان راح يصير نزف بيلوبين ماي بي كوست باي هيباتيك ديزيز بيلوبين احتمال اكو مشاكل بالكبد راح يسبب لنا هيباتيك ديزيز لان ما جاي فيه. سي ان اس هيموريج كذلك او بدل ما سي ان اس هيموريج او بي ما تكتب. اه هاي بحاله شو اسمه قبل الاوتوماتيك تاب ما يعني ضربه صارت عده ال آه ضربة مثلا تعرض للضغط ضربة او هيج شي أنت سبع اركانويد هيموريج ذا فلويد إذا راح يصير بحد سبع اركانويد هيموريج شو راح يصير الفلويد ويل بي بينك راح يكون لونه وردي أر بي سي كاونت راح اذا كانت نسبة الر بي سي اكثر من خمسمئة راح يصير لونه برتقالي لان راح تحلل الار بي سي بالساعة الاولى راح تصير لونه اصفر ورا 12 ساعة قال لي الساعة كذا راح تصير وراح تختفي ورا 24 ساعة انكريس ماكروفيج كذا شو ايفيدنس اوثروفاجوسايتوسيس يعني الخلايا الماكروفيج راح تلتهم ال من اسبوع اسبوعين افتر سب انا كل انتمو اس دي دايمر از بريزنت سي اس اف ان كان بيوز بتروماتيك تاب نشوف شنو قصدي بتروماتيك تاب عفوا أه. ها هاي قزت وما تكتب ضربة النيدل ال من نوخز المريض عن ود سحب من شو اسمه آه دم أه عفوا ما راح نسحب من السي اس فهم راح يطخ ظاهر آه احد الاوعية او شو اسمه فراح يصير عندنا نزف. هيتشي. يعني هاي العوام كيت تشيلني لو جسمي انا كنت هيموت بس راح يصير بالله يعني ده خطا تقني اثناء شو اسمه بس افلام مباشره كمل باتل هاي التفريق بين الاوتوماتيك كتاب واللي ذا صار نزف يعني من اسمه جدول اكو اي كاونت ماكو يعني, يعني شو اسمه ما راح شيء وهاي في تو نيم ذا فور كلاسيك كابل قصده يعني بالتومات كتاب أه بس اول تيوب راح يصير بيه دم ليه باعتبار توني شو اسمه بس بالبحاث هوريج التيوبات كلها راح يكون بها لون اكو دم هيك شوف نشوف هذا الجدول افضل كذلك نرجع لها بعدين هذا الموضوع لان نشوف الشعب With the term used to donate a high white piece count in the إذا ودنا لقينا هواي white piece count بال CSF شنو معناها؟ معناها شو يسمونه مصطلح؟ سايتوسيس اوكي okay. which of the other CSF value in the following table are consistent with bacterial meningitis شوف نسبة ال white BC بالأدل في البالغين بال CSF ياهم يشير إلى أنه وجود بكتيريا بالدماغ أو التهاب السحايا يقول سي السي يكون 2000 مايكولتر ال white BC 5% لنفوسايد 15 صفر 80 لآخره يقول إن ذا داتا هاي الداتا نعرف ايش الوايت بي لان ك... يعني اكو ظاهر الجهاز راح يخلط بين بي سي الظاهر اكو بالار آه... بي سي مثل ما قبل تكون كبار كباغ على وجود بي كذلك شلون نفضل الفرق بيناتين كالكيت واي بي سي كاونت ساوينا? واي بي سي ناقص البلاد وات بي سي في سي إس إف آر بي سي تقسيم بلاد آر بي سي. فنطبق المعادلة. فيعطينا واي بي سي كاونت. ناشين ال... يعني شافوا بالسي إس إف فاليو بيفل فاليو. أوكي ناشين النتيجة قول. سبعة بي اللي هي مية اثنين واربعين وايد آه كاونت بالمايكو يعني الظاهر قصدي اذا مثلا اختبطت ال آه الوايت بي سي اللي بالدم مع السي اس اف لو شنو قصده بالضبط انا و... و... بحاجه تو تاب اذا مثلا اكو خلايا وايت بي تو انضافت نتج جد تو آه... ما تاب نتيج بالغلط ضربنا واحد الاوردة اثناء سوينا نمبر بنكتشر فلازم نست... نستعين بال و... و... وايت بي سي بي والار بي سي بالسي اس اف تقسيم الار بي سي بالبلاد الظاهر هاي المعادلة يقول حالة what is the most likely cause of the following CSF result هاي عندنا حالة عشرين ملغرام جلوكوز ميتين شو اسمه لاكتوز يقول دي اكيوت بكتيريا منجيتس اكس شو راح اسوينا برودكشن اوف ايموجلوبين سي اس اف او اللي هو البروتين جلوكوز بلا اه بلا نورمال لا نورمال لان ال شو اسمه البكتيريا والنيوتروفيل راح تستهلك الجلوكوز فراح تقل نسبه اللاكتيك ليفل دي ايز انكريز بريشر راح يزداد نسبه اللاكتيت لان راح يقل الاكسجين فالخلايا تستعين بمصادر حامضيه او مصادر ثانيه حتى تكون جسم تنتج لنا طاقه فراح يزداد اللاكتيك الى اخره Which of كونديشن following موست is most associated with normal CSF glucose and حالة من هاي الحالات راح يعطينا سي وglucose وبروتين طبيعي. Yes, yeah. I think من J أي؟ A. من J هو ما راح يستهلك جلوكوز

حاله تصيب الدماغ والسباينال اللي راح يصير البصر والنظر والتحركة ومن هذا الشيء والسنسيشن تحسس يعني حاله مرضيه شنو سببه يقول سي the presence of اوليغو كلونال bands by يعني هاي شلون مثل ما يقول بروتين راح نوع من نوع بروتين راح يترسب بال ااا اسمه بسبب راح ياثرون على الدماغ راح على الحبل الشوكي نتيجة انتي بودي اذا مرض مناعي يعني هذا يمكن هذا ذكر هاجم من الط... شيث مال شو اسمه مال الاعصاب جابوا جزء انتي الظاهر نشوف بالله احنا شلون راح نسوي سكلوسز ليكترو 4 هي هاي الجاما يسمونه اوليجون كونال أوليقو كلونال اوليجو كلونال بعد هنا عنده حزمه هنا راح يعتقد <applause> يعني هو هذا اللي يقول كلونال اي جي جي يقول وش فانجل از كونستنت من فانجل فانجل اذا صار فطريات بالدماغ او التهاب السحايب عن طريق فطريات شنو السلاح يعطينا يقول بي اللي هو بليوسايتوس اللي هو بي سي ان ميكس بس اللاكتيت راح يكون قليل fungal mycosis volus بليو of mixed cytoplasm lymphocyte monocyte eosinophil يعني مو فد بس اكثر شيء وايد بس طبعا اكثر شي شعبيه which of the following CSF Result in common increase in patient with multiple sclerosis. اي راح يزداد اعتقد الاي لان هو الاوليجون كلونال هاي معادلة اي جي جي اندكس شو تساوي لنا سي اس اف اي جي جي تقسيم سي اس اف الاي جي جي بالسيرم على سي اس اف البومين تقسيم البومين فيعطينا سي اس اف اي جي جي برودكشن راح يعطينا البلود راح يزيد برميابلتي مال فيظل السي اس اف يظل كل شي يدخله يطلع يعني نوعا ما يقول which of the following is an appropriate procedure for performing routine CSF يا yeah, من I mean, هاي شو اسمه يعتبر آه uh, غير مناسب او طريقه عمل غير مناسبه لتحاليل السي اس اف يقول differential is done only if the total white piece count is greater <applause> يعني ما يصير نسوي مثلا uh, differential white piece اذا شفنا فقط نسبته اكثر من 10 مايكرو يقول اي نسبه زياده بسيطه بالوايت بي سي بالسي اس اف معناها ان حاله طبيعيه بس هو كل الاحوال بما انه بلاد بيريا بير فما راح يعني تزداد الوايت بي سي بصوره كبيره الا بحالات نادره وحالات طبيعيه هم لازم نسوي ديفرنشال حتى اذا كانت نسبة قليله ويقول وين سيل از بريزنت ان سي اس اف ان جريتر نمبر ان نيو بورن ذان اولدر بها حاله يصير بيها السيل راح شو اسمه يا سيل بالسي اس اف تكون بالحديث الوادي اكثر من من الاطفال او الكبار السن اعتقد الليمفوسايت ها اتس مونوسايت اوكي بالنيو بون 30 ملي مايكولاتر بالادلت 5 يكون مايكولاتر من الوايت بي سي بحيث تكون اه 75% من وايت بي سي الليمفوسايت 20% والبوليمورفون 30 هذا طبعا بحاله الصغار النورمال ادلت الليمفوسايت كاونت 60% والوفرايت خمسة مونوسايت 35 اثنين 2% <applause> يقول نيو نيوتروفيليك از is As usually associated with of following except اكثر شيء يعني يصير

<سؤال> ال... في الليمفوسايتوسيس هاي ممكن في حاله ال يزيد راح يزيد الليمفوسايتوسيس وينكيز بروتين اي جي جي واندكس بس شنو قصدي بالمايلوغرافي إلى ما دخل الظاهر يعني هاي جاي يسوي اشعاع يقول <applause> ويتش اوف ستيتمنت ابو سي اس بروتين استوى اختبارات المصطلحات حول السي اس اف بروتين صحيحه يقول سي سي اس اف اي جي از انكريز ان بان انسفلايتس مالجنسي ونيوروسيفلوس فايل حالتي الزات بس الشيء بالله بانسفلايتس هذه بسبب مرض مناعي اللي الحصبة راح يزاد بي شنو راح يزاد بي البروتين سي <applause> بروتين بروتينات مناعية يقول <applause> of, the following regarding so microbiological examination of من هاي <تبارات> الميكروبيولوجية والأحياء لل صحيحة. يقول دي. All CSF specimens should be cultured during sheep. لازم كل عينات CSF هي بزرعه على وسط شي بلد اقل، شكليت اقل، سو ليمتد بروث وهذا اللي كذلك. وين organism is the most frequent, which organism is the most frequent cause of bacteria من يا yeah, أكثر بكتيريا تصيب تسوي التهاب صحية بالأطفال أو حديث الولادة. يقول B اللي هو groups B be streptococcus. أعتقد أقل أكشي. والايكولاي كذلك Hemophilus influenza pneumonia and meningitis are the most common in بينما بيت children هذا اللي نيمونيا خاصة بالكبار السن او بالبالغين يقول شو اسمه ضربة بالدماغ نزف وش راح اشياء بروتين وجوده يقولون مثلا بالسي اس اف معناها جاي يصير عنده ليكج يعني تسرب او السي اس اف جاي ينتقل للدم صار يعني البلد بين الحاجز بين السائل الشوكي والـ والدم يعني تحطه مثل ما اقول جاي يصير اكو ليكج جاي يصير اكو تسرب فيا معناها جاي يشير ثرو من خلال الانف يعني المنطقه قرب الانف

وهذا بالحالة الاكتو فورسز راح يعطينا بمنطقة البيتا زون أه تحت الترانسفرين ال... ال... بشوية يعني اذا سوينا أه من يسوينا اكتو فورسز للسي اس اف او للبلد اعتقد هنا راح يصير هو هذا الترانسفيرين الطبيعي موجود بالدم هنا هذا المكان راح يصير التاوبروتين بروتين ما يطلع بحالة طبيعية بالدم بس خلينا نشوف شنو الرينوريا رينوريا رينوريا غني نوز يعني بحثت انه زي الشاشه دخل اه هذا موجود اكثر شيء بالترانس ها ترانس ثيرتين أو بري ألبوم من الفيزن أمان سي إس إف دان إن بلاد واحتمال راح يشوفونه بس احتمال ما راح يقولونه بالسي إس إف إذا كان مخفف من نزل الفلوت ها أوكي إذا صار أكو شلون مثل ما نقول تسرب احتمال السائل مال الأنف راح يدخل

و هذا سيكتب بوثنا حيث تفير جرماتي سي اس اف اه اه كليس اسمه آه ثلثين اه من ذاك كان شان عدم انجايتس اه العدم انجايتس اه ازه راح تفير ثلثين سي اس سيكتب بوثين بس يعني شنو قصده بالري انه يعني مرات ياخذون السائل الموجود بالانف مثلا بغاط مكان السي اس اف ما اعرف شنو قصده الظاهر يعني خلينا نتاكد بالله شنو الفرق بين قصده هنا أنا. مرات شنو اذا صار ليكج بالسبوس باين فود يطلع السائل من الانف فحتعرفون تعرفون هذا السائل بالانف هل هو سبوس باين فود لو ميوكس يسوون هاي التحاليل مال اسمه مالتاو بروتين والى اخره حتعرفون شنو السبب هل هو CSF لو هذا نوز Which of the following statements regarding serious fluid is true serious fluid متأكد منه سؤال مصلي اللي هو الموجودة بين الاعضاء السائل الموجود بين الأعضاء يسمون السيلز فلوت أو الأغشية فشنو العبارة صحيحة بالنسبة إلي؟ يقول بي ميزوثيريا سيلز موفو من ومونيتون لنفو الماكروفوني بريزنت موجودة بهذا السائل هو ما يعتبر الترافيتريت ثو بس ما يعتبر وبي سبيشاليزد ابيثيليا نوع خاص من الخلايا الضلعية يسموها ميزوثيليوم 5% تقريبا شكلا وراح يصعب يفرقون من اذا كان عنده بنجنس سيلز لان الظاهر يعني الخلايا بشكل عام تشبه البنجنس سيلز هو شيء يقول الترم term في يقول شنو مصطلح شنو معناه؟ يقول سي انكريز فوليوم اوف فلويد اذا زالت نسبه ال... السيروس فلويد يسمونه infusion. Transidate يعني بدون البروتين ex ex مع البروتين هذا يصير انك كونجست هارت فيلر ليفر ديسيت اكسيديت كايلوس فلويد لوكال ديزيز بليو فلويد is that is blue attain, called an

physical appearance similarity to protein cholesterol إلى آخره half its fluid serum uh, أقل من uh, greater than or equal release of enzyme from inflammatory malignant cells بينما أزيد الفلوت have a total protein greater than راح تكون نسبة البروتين هواية cholesterol كذلك uh, and fluid serum bilirubin ratio greater than 0.6 إلى آخره يقول which observation is least useful in distinguishing hemorrhage serious fluid traumatic tab شلون يفرقون يا اكثر من هذه يعني نادر ما يعطينا تشخيص مضبوط على انه هل هي هل هو عنده جو شو اسمه هيموريج نزيف بالسيوس فلود لو نتيجه ال طريقه تدخيل نيدل وسحب السائل من عدة يقول C ذا فورميشن اوف كلوت يعني تكون الخثره مو شيء اه شو اسمه حد حدنا انه هو هل هو هذا نتيجة كومات كتاب لو شنو زانثوكوميا انديكيت هذا ان في بروسيس او بغير تروماتيك شنو شنو زانثوكوميا قصده ريزنس اوف اللوابين اوكي بس مو قصده بس باللوابين هو شو اسمه او بغير توماتيك تاب او شيء يعني قبل ال هاي آه نتيجة راح يجوز كان عنده نزف من قبل فتحكسرة الخلايا الوايت بي الواي ار بي سي لان يعني اذا مثلا عنده نزف من قبل هو هاي راح ار بي سي يعني من قبل موجودة وراح تتحلل وراح تطين بالروبين راح تتحول هيموجلوبين بالروبين بس اذا عنده أسد تو آه نزف مفاجئ يعني تو اثناء شو اسمه سحب العينه لا ما راح يتكون هذا الشيء يعني تو نزف صار ما راح يتكون البلوابين

ما دام اقل من الاف فهو وما كتاب يقول which of يا من حالة صار عندنا زيادة بالفوليوم فلوت بس بس اوكسيديتيف يعتبر يعني بنسبة بي... عالية من البروتين او بعض الخلايا ومن هذا القبيل يقول بي بالمينجنانسي... راح يقل ضغط الاون يقل... راح يعني مثل ما نقول تهرب ال... الأوع سواء الأنسجة increase hydrostatic pressure and contrast oxidative infusion are caused بينما بالأكسيدات فيوجن are caused by ها الترانس شنو مشكلته قلنا مشكلة يصير خلل بالضغط الأوزموزي والضغط بين الخلايا والضغط بين الأنسجة والأوعية الدموية فما راح يخرج بس السائل بينما بالأكسيدات caused by inflammatory اكو مشكلة التهاب عندي اه كذا خلايا هم راح تتجمع ميغلنسي سي اكو هم كذا اي بي سي كاونت راح يصير عددها وهذا راح يصير باللنج والكولون والبريس والبنكرياس والى او راح يعطينا كارسينو امبريونيك انتيجين فمعناها انه الاكسيديت راح يصير التهاب نتيجه السرطان راح تزداد نسبه الو... خلايا الدم كذلك راح يعطينا مؤشرات للسرطان اللي هي كارسينو أم... امبريونيك انتيجين شلون الانتيجينات يفحصها بالسائل شيء ناوج السرطان يقول شو هذا فلانك كونديشن از اسوشيت وذ كايلوس افيوجن اي من الحالات كايلوس افيوجن تقريبا يشبه ال الاكسيديت ما نقدر انسي يقول اللي هو دي الليمفاتيك اوبستراكشن انسداد بالاوعيه الليمفاويه احتشاب الرئتين Systemic globosectomatosis are does by inflammation with increased protein white B. So, you blood Infusion, because سائل الجسد حيث كون الدهون الليمفاوية مستحلب ها آه سائل الليمفاوي قصدي اعتقد اوكي يقول شو other pollen condition is most associated with blue wall fluid glucose ده شافوا انه blue wall fluid بالسائل الرئوي شافوا الجلوكوز مالته اقل من 30 شنو معناها؟ يقول سي اذا ما تريد ارثرايتس يقول نوم بلو فلوت هاز سيم جلوكوز تقريبا نفسه بالبلازما يعني مثلا طلع 70 بلازما يطلع 70 بالبلازما بالبلو فلوت هاي اونلي كون ذاك شو وذ هاي البلو فلوت جلوكوز يقولون سبحات عندهم هايبر جلايسيميا او الزياده بالسكر يصير يرتفع عندهم بالبلازما بال الحاله الوحيده اللي تصير تس... ارتفاعها بالبلور فلويد عالي نسبته قليله ما يبي يصير ان اقل من 60 من الرام انفكشن مالجنسي روماتيك ديزيز جلوكوز اوف ار لوست بلو اند ار كونت وراح يزداد كل نسبه ب... كلش بالروماتيك ارثرايتس يقول ان ويتش كونديشن وراح يرتفع ال بريتون فلويد اميليز بنكرياتيتس كوز اكسيديتيف بيريتونيال وبلورال انفيوجن و الريفيتد بريتونيال في فلود اميليز بالغشاء المغطى للقلب راح يدفن الاميليز وبدون تناسق مع الجلوكوز يعني انت ما جلوكوز يطلع طبيعي which condition is the blue wall fluid pH likely to be بيا حالة يصير البي pH مال blue فلود اكثر من سبعة بوينت ثلاثة يقول دي pneumothorax. نيموث... استرواح الصدر هو انخفاض الرئة وتظهر حالة استرواح صدر لما تسرب الهواء إلى مساحة بين الرئة وجدار الصدر. بهاي الحالة يصير ثقب بالرئة فيصير هنا الهواء يتجمع بالمساحة يتمدد بها الرئة فتن- يعني الرئة ما قاعدة تتمدد. هاي يسمونه استواء حراوي فبهاي الحالة شو يصير؟ البي اتش راح تصير وين بوينت ثلاثة لأن باعتبار آه لأن ما راح تظهر يصير مشكلة بالقاعدة والحامضية لأن ما راح تتوسع بشكل كامل إلى آخره بينما راح تقل بظهر ما تد ثلاثة. وأغلب الأمراض المناعية السيستم كلوباسر راح يقل البي اتش يقولش "هذا فولونك هيماتولوجي فاليوز بيست فاين ذا أبر ريفرنس ليمت فور بيترنند فلود" يقول يا أي من هاي النتائج هاي مال هيماتولوجي مال مواد الدم راح تحدد لي الابر ليميتس بالنسبة للبوترنند فلود هو غشاء القلب يعني السائل مال غشاء القلب يقول أي بالاي بالايبزون في نورمالي هاز تقريبا نس يكون اقل من ثلاث مئة أه الوايت بي سي والنسبة الخمسة 25% بالمئة مو اقل مو اكثر من 25% والار بي سي كاونت اقل من 200000 واضح قصدي يعني هذا الحد الاعلى سقف الاعلى للحاله الطبيعيه يقول which of the following characters is higher for sine of فور يا حالة من هاي الحالات يعني أول هذه أحد المركبات كبيرة أيضا إني كون نسبتها بالسائل نظري فلوت هاي آه اللي هو سائل السلة وموجود بالرحم مال المرأة أكثر من السيروس فلود اللي هو موجود بالأخشية مال الأعضاء يقول دي فيسكوزتي جوزتي نفس السبيسيفيك جرافيتي والجلوكوز بالسيرس فلود والبلازما آه بس هو كلش يكون لزج آه لان نسبه الميوكو آه البروتينات المخاطيه عاليه الهايلو رو رونيت يسمونه باي من يقيسون يقيسون لزوجة يسحبوها من طرف النيدل او البايبيتا آه فالمفروض السائل الطبيعي يعطي سترينج لونجر ذان المفروض يطينة اذا السائل ما بي شيء المفروض يطينة شلون الخيط يعني يطلع شنو اللي مسبب العاليه من السائل هذا ما يتجاوز او اكثر من 4 سنتيمتر اذا أقلت اذا اذا من هذا الشيء معناها اكل التهاب يعني قطع باللزوجة يقول <applause> هوتش تايب اوف ارترايتس يها بها حاله من التهاب مفاصل يكون الساينوفيال وايت بي سي كاونت تلاقي اكثر من 50000 بالساينوفيال فلويد وايت بي سي يقول اي سبتك ارثرايتس تحت سبتك ارثرايتس راح ايه شو اكثر من 50000 الى 100000 سبتك ارثرايتس نيرو فيل كومبرايز اكثر ليس اقل من 25 يوم الأن. اوكي يقول وات تايب اوف سيل از راجوسايت يا نوع من الخلايا يسموها لو يطلق عليه راجوسايت بولي ها ليكوسايت يسموها سا ليكوسايت بس شلون تصير شكلها هذا إذا هاي بول مورفا نيوكليو فهذا أعتقد بي اللي هي يكون بها بول مورفا نيوكليو نيتروفيل نيتروفيل with inclusion البيها تراكيب داخلية by immune complexes نسيج وجود البروتينات المناعية dark granule بيها dark granule حويصلات غامقة immunoglobulin but they may be seen up in gout and septic urethritis as well as chromatid urethritis يعني ممكن حالة ثياب فاصل تسوي هذا الشيء يقول بال LE cell قصد شنو لس لوبس ارثوماتس cells اوكي كريتس يلا هي ماكروفيت وذن جاستد جلوبيلا انكلوجن كذا اكتب بعض البوتينات كريتس سيندروم انذا انفلامنتري ديزيز هذا قصد ال ميون كومبلكس يقولوا which of the following crystal is, is, is the cause of gout يا شو اسمه يوك اسيد يوك اسيد او مونو صوديوم يوريت هذني اذا جمعا بالمفاصل راح يسبب لنا جوت او ال دائم يقول وش كسل كوز يا شو اسمه يا نوع من الكسل يسمونه سيدو جوت يعني ظهر عارض مشابه للجوت كالسيوم زيت مو؟ اه اوكي كالسيوم باي فوسفيت كسل كو ااا از نيدل او سمول ايش شكل مثل نيدل او هوم بليت كان بي كونفوز شكله يشبه اليوك اسيد يروتيت بلين هاي قصدها بالسنة بال الثمن هو السائل الموجود بالبكاء synovial فلوت هذاك أمينيتك فلوت اوكي آه، عفو عفوا فلوت هذا الموجود بالمفاصل مفاصل هنا هنا فلوت هو السائل السلوي قصدي علي موجود بال رحم فهنا اقول وش كريستال كوز سيدو جوت اذا وجود كالسيوم بايروفوسفيت يعطينا شكل مماثل آه uh, شو يقول هنا but it's not as strong as بس مو قوي so uh, it should never be collected in a tube containing powder المفروض ما يضيفونه بتيوبات EDTA because it may may form crystal احتمال يسوون كريستالات for uh, ان فيفو كريستال شابه الكريستالات وكان الموجوده بالجسم الانسان فالافضل لو اما صوديوم او هيبارين او ثو ليكويد بس احتمال ليكويد يتم يستخدمونه عادي يقول سنه فور سامبل از اكزامند ا يوزينج ابولارايز مايكروسكوب وذ ا ريد كومبنسيتنج فلتر كريستال ار سين that are yellow the saw the on asphalt when the long axis of crystal are parallel to the slow vibrating light uh, when the long axis of crystal بس شافوا انه المحور الطويل للكريستالات متوازي مع vibrating لايت when the long axis of crystal is من شافوا انه long axis of crystal صار من صار عمودي على ال slow vibrating diet the crystal appear صار لونها ازرق نوع شنو هذا الكريستال بالضبط يقول سي اسيد يعني من يسكون ال شو اسمه يوك اسيد بصورة افقية خلينا نشوف بالله بصورة افقية لل شو هذا اللي قالوا عليه ال vibrating لايت يكون لنا اصفر بس من وأنا بزاوية معينة بحيث تصير عمودية الـ الـ هذا الفايبريتنج لايت خلينا نقول عليه اذا صار بصوره افقيه اليوريك اسيد للمحور الطويل يكون لونها اصفر بس اذا صار بصوره عموديه آه يكون لونه ازرق <applause> نقول يقول بولي رايس ماك وي ريد كومبوسيتي في تا ديفرنش يوك اسيد عن سيدو وان ذا لونج أكسيد اوف يوك اسيد نيد از بارل اذا كان اليوك اسيد سو الجسم نيد مالته موازي للسلو فايبريتنج لايت يعني على مستوى الضوء ذا كريستال يصير اصفر بس اذا كان وذا, وذا كان وين ذا لونج أكسيد از بيربندكي على صور عمودي تو ذا سلو فايبريتنج لايت ذا كريستال بلو كالسيوم فايفوس يجيب ذا ريبس بينما الكالسيوم بايروفوسفيت بالعكس يكون يقول ان ويتش كونديشن از ان اوف فلويد جلوكوز مالتي تو بي وذ نورمال حال يكون سكر مال حاله مرضيه بحيث يبقى السكر مال سنوفي ضمن الحدود الطبيعيه يقول سي اللي هو حاله الهيموريجيك ارثرايتس حاله الهيموريجيك ارثرايتس يقولهم المفروض اقل من عشره

اه في حد سبتك ارثرايتس راح يزداد اكثر من 40 و... وراح يكون اقل من السيرام مال المريض بحدود 25 ل 40 لو... الور... وراح يقل بالانفلامنتري ارثرايتس وش انكلود جوت اوستيو ارثرايتس اللي هو متابع العظام ال... فاصل العظام انت هيموريجيك أه... بحالة النزيف والتاب مفاصل العظام اكثر ما ينوت نوت يوجولي سويتد وذ لو جوينت فلويد جلوكوز ما راح يكون يعني جلوكوز تاثر نسبته يقول 38 which statement about sign of in chromatic arthritis is true يقول اي synovial نسبة ال IgG بال synovial للسيرم واحد الى اثنين او اكثر احتمال لانه هو باعتبار مرض مناعي يقول to the following organism account for the majority of septic arthritis cases in young, young and middle age uh, adult يقول يا من هاي الاعضاء او عفوا شو الاحياء المجهريه هي تسبب الرئيسي بالسبتك شو ارثرايتس اللي هي هي اكيد بكتيريا ما دام السبب سبتك يعني وجود السم والبكتيريا بالدم او بالسائل والتهاب مفاصل كذا سوي كيسز ان يونغ على ميدل ايج بالاعمار البالغين الوسطى وال شو يقول بي نايسيه غنوري يقول جون نايسيه غنوري نوم استيرايل عن ما بي مفروض ولا اورجانزم يقول نوريا سو سو خمسة وسبعين بالمية سبتك ارثرايتس كورنج على ميدل اي سبتافيلوكوكوس بينما بيجي سبتافيلوكوكوس فور ماجورتي اوف كيس انفولفينغ الدرلي بالكبار فقط كلش باوند ان ازيت فروم انفكتد جوينت ريبليسمنت وخاصة هذول يبدلونهم ل... ال ال شو المفصل هيموفيلوس ستافيلوكوكوس وانستوكوكوس are most common cause of arthritis in young children بينما هذا البقية يسبب لنا arthritis بال young children الأطفال الصغار which are following, uh, following, uh, value based frame the following following شو اسمه هيمولوجي فاليو بيست فريم ذا يقول يا هي من هاي القيم الطبيعيه هي اعلى سقف للقيمة الطبيعية يعني اعلى من هذا الشيء يعني حالة مرضية بالنسبة للسينما فيوت يقول اي لازم الواي بي سي ما شو اسمه ما يزداد عن ال 200 وال بولي موفو نيوكليا مو اكثر من 25 وعشرين بي سي كانت مو اكثر من 2000 بس اذكر هذاك المرعينة علينا يا شو اسمه ها بريتون فلوت اوكي أسنجي الأمنيوتك اللي هو السائل السلوي موجود برحم الأمرأة الحامل أعتقد والجاسترو انتستينال fluid فلود والسمنال فلود اللي هو السائل من أول موجود للذكور والجاسترو اللي هو السائل المعدة Which of the following statement about amniotic fluid below been measured by scanning spectrophotometry is true I mean, يقول أي من هاي العبارات صحيحة حوله قياس نسبة البلوراوين الموجودة بالأمنيوتيك فلود بواسطة جهاز سبكترو فوتومتري هو صحيح يقول أي 410 نانومتر بيك از ديو تو هيموجلوبين اند بيك از ديو تو بلوراوين 410 هو مثل ما نقول الطول الموجي أعلى لقياس الهيموغلوبين وال 450 الطول الموجي الأعلى لقياس البلوراوين

الادرار كذلك راح يزيد من نسبه اميتك فلود از ذا فيتوس ماتشو راح يكبر الفيتوس البلور بالمفروض له علاقه مع عمر الحمل للنساء ان اوردر تو كاركتلي ايفالويت ذا سيفيرتي اوف على مود يعرفون خطوره التحلل الامراض التحلليه للاطفال of disease of newborn. Which is the best, uh, which test best uh, correlate with the severity of yeah, actor, Uh, اختبار يقيس لنا الهيمونيك ديزيز اوف نيو بون اللي هو نزف عند الاطفال لو حديث الولاده يقول سي uh, اللي هو اميتك فلويد بالغابين بيس اندكس اوف سيفيريتي اوف اتش دي ان ميجر باي سكانينج دايود اري سبيكتر فانت اكروس دي رينج وان هيموجلوبين وات هو بوزيتيف سلوب بنشط بيكستراكتد وذ كلوروفورم بريتو سكانينج with the best correlation with ab equal bill amenity include low is the best index of severity of and is measured by scanning or diode array spectrum عن طريق المطياف اللي هو امتصاصيه خلال طول الموج من 550 الى 365 رينج وين هيموجلوبين بورسز ا بوزيتيف سلوب من الهيموجلوبين يعطينا امتصاصيه يعني المخطط البياني راح يعطينا شلون السلوب هيك شي شيء يعني منحدر مخطط بياني معناها انه وجود هيموجلوبين uh, بالضبط وب... 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 وين بدايتي او عفوا ارتفاعه بال 410 نمتر ذا بيربن شود بي اكستراكت طبعا ال آ... لازم يسوي له امتصاصيه اول مره الظاهر يعني شلون هذا شو اسمه الفصل غادي فصل الكلوروفورم فور اكستراكشن او هي على هذا اعتقد بيقصد ما هي المهم يقول وش از ذا ريفرنس ميثود فور ديتيرمينينج فيتال لينك ماتشوريتي افضل تحليل نقيس لنا آه ال بلوغ مال الرئه افضل تحليل نعرف هل بالغه او لا عند الفيتال يقول بي اللينك Distress in the when surfactant are insufficient to provide clubs of the fund. i ratio. Uh, Lekithin with sphingomyelin. سويد ستونز حالة المشاكل السعيدة الطفل مثل حالة سبايت ديستريس أو الكدا التفاقمات بالحالة الرئة وان سوفكتنت ان تو عندما يكون المادة داخل الرئة على يعني تمنع ال شو المادة يعني مزيتة بالرئة ما تخلي الرئة تنكمش يعني أقصى حد أقصى حد تنكمش during expiration

in the form of uh, lamellar bodies يكون بشكل جسيمات lamellar this can be counted using an electronic cell counter at the setting for enumerating platelets شوف شنو القصد بال lamellar bodies Lamella bodies are made of pulmonary surfactant at the lining of the air membrane surfactant. يعني هي يسموها lamella are made up of uh, بالمري سيرفيس <applause> اديلاينينج اوف ذا اير ممبرين سيرفيس بحال بمكان الارتباط الهواء بالغشاء مع الحويصات الراوية يسمونها هاي لاملر باديز هذا اللي نعتقد قصده هاي بالامينتك فلود سالسة لو مال بحالة ما حالتك هو جنين فهي يقيسون نسبة الكثين الى السفينجول ماي شنو نقص بالالكترونيك ها اوكي هذا شنو هو اا آه، من يشوفون تحت المجهر الظاهر يشوفون هاي اجسام اللاملاك بوديز تظهر بشكل معين يعني الظاهر هاي الصورة تظهر فبالمج هذي يحسبوهن يحسبون نسبتهن طيب طريق جهاز هذا السير كاونتر أه وكأنما جاي يحسبون البليتلت يعني على اعدادات حساب البليتلت بهاي القيمة الطبيعية مالته هيجي يعني تكون حجمه صغير جدا يقول which of the following statement regarding the هذا ratio is true يقول اي ويش او جايت هيجون ديكت اد كويت بالمنافسه فاكت يعني اكون واي نسبه من الـ حتى يمنع السبايد ستسنج اون كماش اللي فاتين او الحوسات الهوائية هو جن بالمصافه جسات ديستراتشويتد لكثينز بود يوزد باي تايب اي جامينيمو سايتس تو اوت ذا اند اوف السياده اللي هي الزاد نسبه بالثالث من حامل بسبب وجود لكثين يعني تكون نسبته اكيد ما اكثر ما افضل بينما السفنجلومايلين راح يضل نسبته ثابته وهو الانترنال ريفرنس يعني كانما ستاند يسمونه بيقول لي ميكونيوم كونتين لس لكثين دانميتك فلوتس ميكونيوم شعره ساعه بس شنو قصده وين موجود هاي يعني السائل او البراز مال الحمل يطلع بال بالحمل اعتقد هم كذلك يقول ميكون احتمال اللي هو ال تتفوز مع الطفل بس يعني بروح مع المرأة مع المرأة وهو بحالة الحمل احتمال يعطينا نقاط صغيرة تشبه اللكثين بس هي مو لكثين فولس يعطينا نزيد زادت نسبة الكثين نحسبها سيفشنت أه أه هاي قلنا شنو تايب تو اوغانيلوسايت موسات لو شنو قصدي وستوغلاندين از السين اونلي وين sufficient بي جي to produce

إذا قلت نسبة اثنين إلى واحد من السكفكتنت أو اللاكثين أو ما يسمى بال هاي الريشيو أو اللامل باديز أقل من هذا الشيء راح يسبب لنا الإكسبايتر ديستريس سندام الطفل يقول شو ذا فولن كونديشن إز موست لايكلي إز كوست لو شنو سبب اللي يخلي تطلع نسبة ال ال على الإس بأشياء قليلة يعني كخطأ يصير فولس لو بغلط يقول سي سنترفيجيشن uh, اذا سوينا سنترفيوج في الالف فوق عشر دقائق المفروض شنو هو؟ اذا سوينا سنترفيجيشن uh, بسرعة عالية راح انت نخسر هذا الشيء يقول بي سبين داون يعني تقريبا 450 جرافيتي فور 10 دقائق على اربع سيز يعني يقول ذا ستيتمنت كويت سكايب كاسجينيك تروبين ليفل ان شو اسمه عبارة تشرح لنا عن هذا البروتين الهرمون يقول بي اللي هو الاكتوبك بريجنسي الحمل الخارجي اعتقد قصدي سيروم دبلنك تايم از بلو اكسبكتد اه ليفلز نشوف شنو قصدي بالاكتوبك بريجنسي الحمل الخارجي اعتقد مو اي اوتسايد اوف ذا يوتيرس يعني خارج الرحم يصير النمو مالتي كما يكتب لك ليفل أكس ليفل اكسبونشال فولو امبلانتيشن اند بيك بعد ما حد شو اسمه النمو البيضة والهاي راح يزداد من تسع الى 12 شهر الاسبوع ريتشنج يوصل نسبته الى 100 الف مايكرو انترنشنال يونت على المليتر ليفل فول افتر ذا وبعد الاول ثلث راح يقل ل 20,000، اثنين ريمين راح يضع على هذا المستوى. بالحاله اكتوبر برينا سيد ذا دبلنج تايم افريج 22 يوم شنو قصده هاي؟ اكتوبر برينا سيد اكسبكتد انكيز بيتوين كونسيكتيف دايز از بلو نورمال يعني راح يتضاعف هذا الوقت مكان مثل ما يصير 9 الى 12 22 او اكثر من هذا الشيء قصده از بلو نورمال هاي 34 moles as associated with a greatly elevated level of HCM can take up to 4 weeks to return to non pregnant or baseline following delivery واحد ظلم ست معلقة الى اكثر من 25 او عفو اقل من 25 او الى 5 بينما المفروض اقل من 5 حتى بعد الحمل بس هنا شنو قصده بالهاي ديتي فورم مولز

باش راح اسوينا راح يرفع نسبه الهيومن كرسينوجينات التوابين الى نسبه كلش طبيعيه آه في احتمال الشيء لانه وجود تيومره او سرطان بعض الحالات جوتشو <applause> اور فونغستيتمنت جاردينج بيجن سي تيستينج از تو يعني هاي العبارات حول حسابات الحمل الصحيحة يقول سي افوس بلزتف ريزلت مي اوكي ان بشنت وذ هيتروفيل انتيباديز احتمال أن حمل خاطئ يعني احتمال ما عنده حمل بس يطلع لنا بشوينا حمل ليش لان اكو انتي- انتي هيتروفيل انتيبادي انت... انت يرتبط بيها مالتي او الانتيبادي مالتي فتصيب حمل خاطئ لان الالفا سب مال الهيمون كلش تشبه السب مال تي اس اتش وتي اف اس اتش ومتطابقه كلش لليوتينايزنج هرمون Antibodies can bind up to B unit of that نوت cross react احتمال يتكون ضد هذا السب ما هي جسمه وما راح ت ت ت تبطوي أو وهي الجسمه هرمونات أخرى. بحالة الانزيم امون اسي اللي مثل الايزا تاخذين اثنين مونوكلون انتي ضد مواقع مختلفة من ال سي جي وانت بس فور واحد ضد الكابوكسي اند اوف بي تشين والثاني والالفا تشين فراح uh, يعطينا بوزيتيف فقط بحالة شنو اذا وجود الأت سي جي اذا اجتنا مثلا اكو بعض الهرمونات الثانية اللي هي مثلا تي اس اتش تي اس اتش ما بيها الفا أه شو اسمه الفا بس بيها فهذا هاي التقنية افضل حتى تعطيني فما تستهدف غير شيء يقول أنت بدي specific فور the كاربوكسي اند of beta chain on the other okay

الانتيبودي الثاني اللي بينزعم في يعطينا بوزيتيف فولس يقدر يقيس النسبة حتى خمسة وعشرين مايكرو انترناشونال يونت من الاتس سي جي ذا بوز اوف ها اقل شي خمسة وعشرين للبرجنسي يكون ما يزداد عن ما يقل عن الخمسة وعشرين سيرم يس... يستخدمون السيرم عن اليورين لان الكات اوف مالته يشير الى انه افضل عن اليورين حالة البرجنسي يقول سيتويشن حالة بقنت في مرة أمرأة حامل والسين باي هير فيزيشن شاف الطبيب اه حمل مولر بجنسي يعني قصد سرطان بحامل ان اي سي جي واز اي اتش سي جي اند فاوند تو بي لو نسبة السي سي جي لو يشيرون على وجه تي هم مرات بالحمل نقيدة سامبل اه خففوا السامبل عشر مرات عن اس سي واز ريبيت عادة مرة واز فاوند تو بي جوستي شوف نسبة كلش مرتفعة اذا هاي الظاهر نسبة السي جي ابوف ذا كات او اكثر من السبتك يعني صار منطقة من البوز او ال آه يعني او عفوا نسبة الانتيجين كل شيء هواي اكثر من الانتي بودي فطعنا فوس نيجاتيف يقول سي انتيجين اكسيد كوز ابوسي لو ريزولت ان إن ادوتيد سامبل لان بحالة ما مخفف طعني اكسيد اكس فالز

هاي حالة ساندويتش الايزا الانتيجين اذا هوايه راح يشبع بلأنت. راح يشبع الانتيجين يشبع يعني هنا يجي وهنا يجي وهنا يجي بحيث حتى الانزيم ما يقدر يرتبط بيه باقي ما يحصل مكان عمود يرتبط بيه من قد ما انتيجين هواية عنده فوصل الى اوف سي هاي يسموها هوك افكت إيه.

اكيد جديد بس موست كيسز ارايز from non-disjunction. ديس جانكشن احتمال ما راح يصير ديسجنكشن اوف كروموسوم ما راح يصير مثل ما نقول انقسام بكروموسوم واحد خلال عملية الميوسس اللي هي انقسام بعد الاتحاد النطفة مع البيضة ما راح هذا الكروموسوم يعني اسمه ضعف. ما سكين كونسيست اوف ماتيرنال اس يقيسون نسبة الاي اف بي أه وال HCG والدايما فك انهيبين اي ان كونجيكيتد استيريال از يوزد هيشوفون نسبتها عن انتحاري داون سيدرام بالسكند ترايمستر اذا تيس از بوزيتيف امينيو سنتيسيز از برفورمد امينيو سنتيسيز اعتقد يسوون جين إيش اسمه مضاعفه جينيه لل امينيو سائل سلوي انت منجك في فورم راوند يو بابي ان ذا يوتيرس حان عمليه استئصال السائل عمليه اخذ السائل المنوي العفو الامنيوتيك فلود سلوي آه من الطفل وش راح يسوون انت راح يسوون به وراح ينفستيجيت باي كروموسوم كاريو تايبنج او فاينلي يسوي له شو اسمه كروموسوم كاريو تايبنج اللي هو نوع من اختبارات الجينيه يشوفون هل هذا الوجود الجيني الكروموسوم موجود او لا او عفوا الشكل يشوفونه هي بس صورة هاي راح يطلع يشوفون اشكال الكروموسومات شوفون هل اكو مثلا كروموسوم حسب شكله وحسب مواصفاته هاي بعد شوي من الوح... بعد من نروح الجينات راح نعرف ال... نفس العدد نفس الشكل نفس الحالة الطبيعية بشوف شنو هذا قصدي لوس نشوف هايبريدايزيشن تشينج ان سيلز اوكي شوفون تغير جيني بالخلايا هالصوره هاي الكوموسومات شلون تطلع بهالصوره هاي شوف عددها تنوعها من هذا القبيل. بعد عدنا هنا قد ما عرفناها اي اف بي الفا بوتين مؤشر هذا سرطان كمية البروتين عند الأفراد البالغين بالمرأة الحامل يقول يا تحليل من هاي التحاليل جماعة المرأة الحامل عندها طفلها بمتلازمة داون راح تكون نسبته بخمسة وعشرين بالمية من القيمة الطبيعية للمرة شو يقول السي ريزولت از اوف ذا امبوسيمنت خمسة وعشرين بلو اكسبكتد ليفل ها يقول وش السي يا تحليل بالضبط نسبته المفروض خمسة وعشرين بالمية اقل آه عن المرأة الحامل بالداون سيندروم يقول اي سيرم انجوجيتد إستيريل يقول استريال از بوز هذا يفوز من قبل البلاسينتا قصدي قصدي كذلك بالفيتر من قبل الفيتر مثلا ادرينال جلاند وال غدة كظرية للأم والكبد فريك استريل بوديوس باي از رابط كونجيكيت باي ذا ماتنال ليفر هذا اللي راح ينفرز راح يرتبط مع الألبومين اعتقد فيصير كونجيكيتد بالليفر مثلا سيرم حالة السيروم الأكتئاب الـ Free is almost all derived from the fetus يعني شكو ان unconjugated استريول موجود بالدم الأم هاي نابعة من الفيتاس وهذا يعتبر direct reflection يعني يتناسب لنا طردياً أو يحدد لنا بصورة مباشرة حالة الطفل الصحية

and reported as multiple uh, of the median. وال, uh, راح يشوف نسبته راح ي اسمه راح تقرير او يتم اخراجه على شكل uh, عدة uh, of the median يسوون مقارنة مختبرية والسيرم ليفل ار هاي اذا كانت نسبته عاليه الترا ساوند از يوز راح يسوون الترا ساوند في ديترماين فيتال ايج راح يشوفون عمر الطفل ويشوفون هل انه اذا توين هم اكو توأم او لا لانسبة نسبته عاليه لان بالاضافه بحاله التوينز راح تزداد نسبته ضعف إن ماتنال سيرم اذا شافوا نسبه الماتنال سيرم الفافيتوبوتين اكثر من 2.5 ام او ام ما يزولت فورم اني ديزيز

بس نجي اول وحده هي يا هي ال تيوب ديفيكت سيرينال تيوب نيورال تيوب ديفكت شلون راح يكون هذا المرض البرين ديفكت راح يصير ضمور بالدماغ اوكي فينرال ديفكت بالله

الامعاء أه راح تتوسع او تطلع من الجوف مال ما الطفل هالصورة هاي تصير تدلل او ترنر سندروم شفت شنو بحالة ال يصيب خاصة الاناث one uh, one of the chromosome X is missing or partial missing فبمكان يعني my X X راح يصير بس X أو يصير X X Y فراح يصير ما قصيرة مع تطور الثدي وهاي السوء ودورة ومن هذا القبيل وراح يطور هرمون ثرابي يعني متعجل الحالة بس هنا خلينا على هالفقره يقول هذا الفيتا بروتين اه راح تزداد نسبه التجين لحد شهرين اه قبل لا يصير الفولتا اه, آه از اف باس فروم ذا فيتال يورين ما راح اه من الطفل اذا ما الطفل راح يروح للام امنيتك بيكوز سيوم ليفل ار ديبندنت ابون وهذا راح يعتمد على حاله الحمل ابر ريفرنس ليميت ديبند ابون ذا دي لاست فهذا راح يعتمد على شنو؟ اه على اخر حاله الدورة لهم راح يقيسون نسبة الالفا بروتين من عشر الى 18 ويك جستيشن خلال الحمل عند آه راح ي اسمه ي... ي... آه هاي الروبوت راح يعطوها يعني شلون مثل ما نقول راح يسوون اكثر من نتيجة الها آه ومن خلالها راح يسوون بها معادلة تبرمت على شو يشوفون الفرق بين كل اسبوع مثلا او فرق بين كل قراءة آه داخل المختبر ويطول النتيجه وين سي ليفل إذا شافوا انسبته عاليه اكثر من الحاله الطبيعيه اذا سووا مثلا مثل ما نقول شاكت وشافوا حالة اكثر من الطبيعيه وغير شو اسمه الالترا ساوند ترا باكو وين عنده قلت فيرست تايم مستر سكينينغ فور داون سيتم كان بي يوزيك ويتش ماركر يا ما يستخدمون الفحص الداون سيد بحاله الاولى يقول بي اللي هم كاسنج بيتك هم مثلا يقولون البيجنس شويه لازم بروتين اي

Half اوف ذات سين راح يكون نسبته اقل بنص مع الحن الطبيعي وهاي ويل طبعا راح يشوفون هل عنده عنده شو اسمه داون سيندروم او لا و تو ديمايند نوكال فول تكنس راح يصير شلون السمك بال او تورم بالقاعده مال الرقبه سنتيتي مالتي يقول هالقد وين بوفينج مارك سكين تيست فور داون سيندروم وتش مي ريزلت وأي ار ريزلت اكسبريس ان مالتيبل اوف ذا ميديان اذا كونستريشن يقول ليش من يقيسون الماركر مال السكين مال داون سيندرا ما مو على شكل تركيزي يعطون نتيجه لا على شكل مالتيبل اوف ذا ميديان مالتيبل اوف ذا ميديان يعني شنو قصده؟ يعني قصدي يقيسون اكثر من قياس ويشوفون الفرق بالقياسات اعتقد في يعني أكيد افضل يقول يقعد مضاعف الوسيط بناء بمقياس مدى انحراف نتيجة اختبار فردية على المتوسط يعني ظاهر يعني معادلة يسوون شلون انحراف معي او هيج شي هذا الميديان او طبعا الميديان والميديا والمود فبحالة ال من الفرق بقراءة شلون راح يصير شنو الشكل راح يتكون لنا اذا تكون شكل طبيعي مثل هذا اوكي نتيجة طبيعية اذا شكل مو طبيعي يعطون النتيجة كذا فليش يقولها بهالصورة هاي يقول normalize for gestational age لأن هو شو مثابة يعني قيمة السندر طبيعية للحالة الحامل حتى ما يصير مثلا حالة variation من مختبر الى مختبر laboratory <applause> use different method اكو لابورتر تستخدم لبورتر antibodies or calibrator may have significant different mass unit results from the same sample احتمال مثلاً هاي لأن الشركات الثانية تطغي تقيس مثلاً قراءات تختلف حسب حجم التينتوبوديز والكالبويتر. This reference range and concentration unit is also dependent upon. هذا يعتمد على ذلك على حال الحمل العمر مع الحمل اعتقده the time of سامبل وقت الاخر من عينة هو بوديه وجزء في فيونومر القيمة الطبيعية للحامل الواحد بونس 1.0 median of multiple of median regardless of the gestation use of, uh, the need. راح ينتفي في الحاجة إلى ما يحتاج بعد لأن هذا راح يصير عالمي. based upon method or, or gestation age and makes less, risk, risk less ما راح يعطينا يعني راح يطلع نتائج أقل آه مثل ما نقول هم اقل صعوبة وواضحة يقول which state regarding the fetal fibrinogen is test is to fibrinogen واحد من نوع البوتينات شو شو نوع العبارة اللي صحيحة يقول بي the test should not be performed before before مو ما يسوونه إلا ور أسبوع أو عشرين أو نهاية ااا نهاية أسبوع رابع أربعة وثلاثين يقول في بالتالي فاي بي نكتين يس تسمي تقول او the likelihood of bartending deliver in high risk pregnancy or in women with sign of ها ها هذا اللي قيسونا خاف اذا ثاني السر عندها الطفل يثاني ويت قبل الموعد او شلون ندير الاطفال الخدج يسرعت حمل مثلا بالشهر الثامن او الشهر السابع فهاي هو على قصدهم ممبرين بروتين هو بيثبت ممبرين بروتين بالغشاء uh, were used by the Armenian and uh, Korean. شنو أمينيون شنو كارين خلينا نشوف والله. كاريو أمبيون مبرين ذات ميكس أب ذا أمينيون هذا راح يكون لنا ال الحويصلة السلوية والسراوند أند بروتكت راح تحيطنا بالطفل وتحميه. هذا فهذا يكون هذا البروتين هو يعني الغشاء هذا الغشاء مال هذا الحواس اللي تغطي البروتين الطفل يسمونه ال... يتكون من البايوينكتين وراح يتكون بالش اسمه بالبداية الأولى بالحمل راح يط بدل راح يختفي ورا اسبوع عشرين وان انفلاميشن تو ذا ممبرين راح يصير انفلاميشن ممبرين بريسيدنج دليفري قبل ال... الحمل فبنكتين از ريليس كان بي فاوند ان سيرفاي فيجينال راح يتحرر هذا الفايبروناكتين ينزل بمنطقه المهبل للحمل ابوزيتيف تيست اذا اكثر من 50% هذا بوزيتيف تيست اكثر من خمسين نانو غرام و60% بريسيدنج باي حاله راح يعطينا يعني مو غير كامل او غير ناضج قصده. هوفر نيجتيف تيست هاز وإذا شافوا إنه مثلا نيجاتيف يعني معناها 92% احتمال نيجاتيف و8% احتمال لا فولس يقول what is the term for sperm when شافوا بالفحص مال السائل المنوي شافوا انه مثلا الرأس مال النطفة اصغر من الطبيعي شي يسمون هذا المصطلح شو يطلقون عليه يقول سي

وال ده يتقسم لميد بيس بنسل بيس مين بيس والان بيس ده ميد بيس از ثيك تخينا نوعا ما أه.. ان أان.. تير اند متل خمسه تقريبا كونتيننج تسعه الى زع.. زائد زع.. ل.. زع.. ناقص او زائد زع.. عفوا زائد زع.. لونتيودينال ارينجمنت اوف مايكرو تيوبيول بي اثنين مايكرو تيوبيول باي ناين دبلتس راح أ.. يحيط بي ثمانيه العفو تسعه double it so that a cross section appear like a pinwheel فراح كأنما تعطينا هذا الشكل بنوير شون يعني هاي العتلة يعني من قطعوها راح تعطينا النصف بس بصورة عرضية راح تعطينا هيج شكل يعني هاي عندنا هنا تسعة من المايكرو تيوبات في حيطان بيها دبلت اه اذا يسموها المهم هذه عن شكل مالتها

يعني يصير تصلب بالأوعية الشا... الأوع... الدموية اللي مثل ما نقول تستخلص ال يعني الأغذية والهاي من ال من ال This causes blood from the adrenal vein to flow into the spermatic vein. فبهاي الحالة راح يرجع ال ال الدم من ال vein رايح للأدرينال to flow into the spermatic vein. يروح لل للوريد مع السبير عندنا كورتيكوستيرويد اللي هو ال أحد ال الهرمونات تبرز الأدرينال ريتارد راح يغير لنا شكل السبرماتوزوا نمو النطف مامز اللي هو مرض فيروسي وكان لاين فلتر سندروم ميغنسيكوز تستكيلو فيلر وش كاونت فور اباوت

عدد لل اسمه سبيرم كاونت بكل عمليه قذف يكون ما يقل عن الاربعين في عشرة ستة This often result from obstructive or objective هذا يسبب شنو مرات أه. انسداد بالقناة القذف او تستكيلو فيل او مشكلة بالتيستس او الخلايا العفو ال شو اسمه التيستس Which morphological abnormality of sperm is most often associated with the very causal? شنو الـ شلون راح يكون شكل الـ sperm حالة هاي المرض؟ يقول أي tapering of the head, a crossworm of lower head deficiency راح يخسر ناقص (nuclear abnormalities) and lengthening of neckpiece are the most وراح يزيد طول العنق. هذا راح يكون أكثر شي راح يكون تشوه بالنطف. هيبرينج يعني تعرض شو اسمه الرأس مال نوتفايز نيوكليير هذا بسبب وجود مشكلة بالنيوكليير سبيرم مورفولوجي شولد بي ايبايت باي كلاسيفاينج ميتين سمتر سبيرم ان دبليكيت باي ستريكت كاركتيريا لازم يحسبون ميتين نطفة ناضجة شو أه اسمه أه حسب ضوابط يعني مثل ما نقول معقدة او صارمة

تقريبا أربعة بالمئة من القيمة الطبيعية يعني غير من أربعين إلى سبعين إذا مثلا أقل, أقل من أربعين مثلا ستة وثلاثين هاي ها uh, بلو شو يقول هنا there is a high likelihood of thirty when the number of normal is below أها أقل من أربعة بالمئة من هذا الشيء يعني هاي إنه صاعد في fertility يعني اذا شافوا مثلا انه من هاي الميتين بس بس بالمية صاحيات هاي عدد ان اكيد يقول which of يا صبغ منها يصبغون ي... الم... يعني اماكن الحيويه بالسبام يقول اي ياسين واي باي سبام اند من الليفينج سبام تو ويشوفون النسبة الخلايا اللي يعني تشتغل او ما بيها شيء الحركية باب النيوكلا او الجمزة اند هيماتوسيلين استين ار يوز تو ايفالويت سبيرمولوجي راح يقيمون شكل السبيرم فالابوتي تي اس شود بي بيرفورمد وين ايفر ذا ريزلت اوف ذا موتور تي اس تاكسب نورمال اذا شافوا انه الموتور تي اس يعني اختبار حركة كمان نطف غير طبيعي او شبه غير طبيعي لازم يسوون اختبار الحيوية مالتها بس من هاي الشي هذا راح يميزنا بين العدل السبيم الحية والعدلة والميتة از تيكن باي ديد سبام. الميتة راح تاخذ هاي الصبغة فراح تظهر بلون معين بينما الحية راح يكون الغشاء ما بيشفها ما راح تاخذ هاي الصبغة وتظهر وايت يعني بيضاء هسا هاي عدلة هاي ميتة يقول تو ذا ناسيز زلت از ابنورمال يعني هاي حالة الجسم هاي تحليل السائل المنوي غير طبيعي ايش يقول اي الفوليوم واحد لان الفوليوم مفروض الحجم مال السائل المنوي من واحد بوين خمسة الى خمسة ملي لتر اي لو الفوليوم ذان اقل من هذا الشيء راح يعطيني لوس سبيم كاونت معناها انه السائل عمليه قليل وما يفيد فكوز ابسنس اوف اكو مشكله بال سائل انتاج عمليه السائل من سائل الخلايا بسكال او بوستات تقنيات سيزم س... 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 بوستات دكتل ستكشن بس... انسداد بال آه... حو... اللي عفوا بل... اللي... مثل ما نقولها دكتل اللي هي انابيب او تيوبا العفو شلون يسموها آه... قناه مال تفوزها الغدد تفوز السائل انسداد او توقيت وجاك يعني وجوع يعني شرات اسسمنت بدا او وجع عمليه وجع قذف عكسي للمثاني لهذا القبيل يقول which of the following sample collection and posting condition will lead to an accurate seminal fluid analysis result يا yeah, من هاي ال uh, which of the following sample collection يا yeah, من هاي ال عملية جمع العينة ومعالجتها راح يعطينا نتائج غير صحيحة يعني مشكلة صار عندنا يقول بي اذا سحبوا اذا اخذوا عينه ورا كويتس شنو قصدها بالكويتس؟ ها يعني ورا عملية المواجهة مع مباراة شو أبستين هاي يمتنع عن القذف لمدة يومين but no ولكن مو أكثر من سبع أيام بسبب إنك قبل لا يطلع عينه كوم شنط نوت يصير يستخدم واقي يعني وهذا الشيء لأنه راح يحتوي على قاتل النطف إذا شامبو شوت بي تيستينج لازم سايت من لازم يضيفون شسمة وعاء يعني أو جاب معقم with wide opening فتحة كبيرة نستعرض أتوقع دست حتى غرفة ويقيسون عينه بأسرع ممكن time between collection and the trap must be راح يكتبون وقت متل تشرد بي document soon as the fluid has ورا ما اللي يشوفون سائل منو سائل يعني سائل بمكان لزج يقيسون التحليل بس المستوج أقصى شي ساعة واحدة أنتي جواي ما يستخدم أنتي جواي يمكن إذا سام الفتو اللي كوفاي إذا ما شافون ال يعني نستحلب او مصاص سائل لازم يستخدمون مادة موت تريبسين فور اناليسيس يقولون برفورمينج سيمينال فلويد اناليسيس يستخدمون سائل شو تحليل السائل المنوي شو قد تكون نسبة الوايت بي سي الطبيعي على الشيء الوايت بي سي سيمينال فلويد يقول اي واحد في عشرة ستة وينفع أن يسبر ما فوق the number of matchups on white plus brown should be determined the number of each counted along with يحسبون uh, كل uh, ميتين مشوفونش divide نسبة مشوفونش إيش كم white بيسوي يعني then على اثنين راح يطلع نسبة وراح يضربونه بعدد النطف to give the absolute count count per milliliter an increased number of white blood indicator of infection معناه كوجود infection يجوا إشارة with prostatitis أو التهاب بالبروستات راوند سيل اي لوس ديستيميتد باي نوتينج ذا نمبر راح يقيسون يشوفون عددها وحجمها ات في ايش راوند سيل اي فاوند كانت ذي ايش راوند سيل راح يشوفون شو اسمه كاونت سيل بير فيل كاونتد وذ قوة اربعين كورسبوند تو ون مليون معناها كل وحدة يشوفوها ب... تقريبا اربعين معناها تشير الى وجود مليون واحد بير ملتر The upper limit نورمال فالحد الطبيعي يكون واحد في عشرة ستة. يعني يكون بس خلية واحدة مو أكثر من أكثر. And for immature sperm وبحالة immature sperm خمسة في عشرة ستة. ها راوند سيل قصدي خلايا يمكن اللي اللي اعتقد أه اسبان غير ناضجة ها اما تشوج جيمسيل جيم سيل او ما يعتبوها أه وايت بي سي او اما تشو و جيم سيل Which carbohydrate measurement is really useful when performing seminal fluid analysis يا تحليل من هاي التحاليل مالت مالت كاربوهيدرات مشتقات كاربوهيدرات جلوكوز وكالكتوز مهمة باثناء عملية قياس seminal fluid analysis. فكتوز يقول فكتوز هو السائل أو السكر الأولي الي يغذي الموجود بالسائل المنوي الي يغذي المطاف ويسوون حيوياتها. يعطينا عن طريق seminal vesicle. لوك كونديشن اسوشيشن وذ گاستيك السرز شنو السبب اللي يعطينا الاحساس الجن لل ايش اسمه گاستيك فلوت او السائل البلعام او بالمعده شنو الاسم يا حاله تسبب لنا تقرح بالاساره مال المعده يقول بي اتش بايلو انفيكشن هو بكتيريا موجوده بال بالمعده واحسس بنا تقرح أو زيادة بالحاملية أو نزيف شوف شنو هاي حالة السندروم

قاس انه شلون الهرمون يحفز لنا المعده يقول سي بحاله زي ايس زولنج ها لسه سنترم لان بهاي حالة راح يصير تيومر بالخلايا مال جاستريك سيل تفرز فراح تزاد نسبتها كلش تفرز بثيال سبيشال ابثيل اوف ستومك على سيميو سكريشن أو سي ال باي سيلز سكريشن از كونترول باي نيجاتيف فيدباك كوزينغ. فما راح يصير اكو Secretion uh, negative causing level to be high in conditions with a, 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 a chlorhydria such as atrophic gastritis. Uh, secretion by secretion is controlled by negative feedback, causing the levels to be. اكو في نيجاتيف فيدباك اذا شاف نسبه ال <تكلم> عاليه ف اه... تزداد بحالتي يعني اذا كان اكو نسبه عاليه من ال HCL فتعتبر نيجاتيف فيدباك سجاز تروب كاسترايتس اذا يقول ان ديترمايننج اف وي ات سي ال دي جاستيك فلويد از تيتريتد تو بي اتش يقول بحالة قياس الأتسيال سي ال لازم السائل المعدة يخففونه الى او يحاولون الى بي اتش يقول سي ثلاثة بوينت خمسة بس هو نادر ما يسوون هذا الشيء لان هسه يتعبون على بالاندوسكوبك بروسيجر يدخلون التيوب وش اسمه وشوفون هل هو اكو عنده هايبو هاي بس سي ديفيكالت كيس يعني اصلا اوف كان بي يوز تو ميك دياجنوسيس في ات سي ال ان جاستيك سيتيو فورم باستنج لازم عشر ساعه في صائم نازو جاستيك سكشن يسوون سحب للسوائل مال المعده ويضيفوا له واحد او بوينت واحد ان اي او اتش تو بي حولنا بي اتش 3.5 والتوتال سيتي استيتريتد تو بي اتش ويزيدون الحامضيه مات الى سبعه عن انكلود كونتبيوشن اوف اذر اسيد ومساعده بعض الاحماض الاخرى انكلودينج بروتين عن سات اوف كلورايد بيزل اند اوت بوت اند بيكس شنو هذا قاز بليك بيزل اسيد اوت بوت اند بيك اسيد اوت بوت ها يشوفون شنو اقل بحالة طبيعية اشقد يتفوز الحامضية الظاهر السيارة وبحالة مثلا اي ما محفزه يطون يطونه شوف ايش قد ال اتش سي قد اقصى شيء توصل الحامضيه اتش بنت اه بنتا جاسترين علاج يطونه ويحفزون ال شو اسمه ان اكلوها عايدة يعني بحالت يكون فرز بحالة يكون فراز ال اتش سي ذا فاستنج بي اتش وحتى بحالته الطبيعيه يكون الأسيال يفرز سته الحامضيه وهذا الدياجنوستيك وريشيو مالتي نورمالي ليس مفروض اقل لاس ذن لان الحالة صائم مفروض او ما محفز ما راح يفوز على السيارة حالة ال patient with gastric ulcer قد هالقد نسبته والدودين الأسر 0.4 دو دون اس هاند ريشيو از يوزلي بتوين 0.2 الى 0.6 ذا ريشيو از جريتر ذان بحالة ال 0.6 شو الفرق بيناتهن حالة الزولنجر اليسون سيندروم اللي يكون بها هاي الحالة تفوز السيل بنسبة كبيرة فماكو فرق سواء بالمحفز او ما محفز ها العفو الاكل ما راح يفوز الاتسيال فراح تكون نسبه الحقاق عاليه اكثر فمفروض هو يطلع 3 بوينت يعني من بس هنا راح يطلع 6 لان الاتسيال ما جاي يفوز اوكي يقول 27 وش تيست كانت 85 بيرسن وذ جاسترين سكريتنج تيمور دو نوت ديمونستريت ديفينتيف انكريز بلازما جاسترين كونستريشن هذا التيمور المفروض شنو هو؟ قاسين يفوز بصورة كبيرة بس اكو بحالة ما راح يفوز بها صورة كبيرة فهذا الشكل شنو هو يا تيس راح يستعظن عن هاي الحالة ويكشف لنا وجود التيومر يقول اي سكريتين سكر آه تيميشن تم بس ما يوز كاسين ليفل جريتر دان دياجنوستيك ترونج اند سيستم سيمن سمولر اليفيشن كان أكو. هذا اذر تايب اكو مرات ثانية هاي بالاساسية تسوي بس نسب تقيل جاستيك اثر ان رينال ديزيز ان افتر فاغوتومي بسحب عمليات قص الكيمياء اللي اعتقد زون جونز سيستم كان بي ديفرنشيت فروم اذر باي ذا سكريتين ستيميليشن سكريتين از راح يعطونه عن طريق الوريد عن تايم بلازما سامبل واحد بوقت معين يسحبون البلازما اما جيت فور جاسترين راح يقيسون الجاسترين ان زون جونز سيستم ات ون سبيسيمن شوز شو ان انكريز فول بتحات الزونجر زونجر اليسون سيندروم على الاقل عينه واحده من هاي العينات السحبوره لازم تكون نسبه الجاسترين اكثر من 200 بيكوغرام above the baseline for gastrin المفروض اقل شيء 200 بيكوغرام اكثر من من الحاله الطبيعيه للبيس لاين الجاسترين سي سي كي بي زد از هرمون هو برودوس باي هرمون يتفرز الغدد مع معاد دقيقة دارس يحفزين أسيال بودكشن بعد استومك بنكيات كريس أو بايكوبينت فرازل البايكوبينت بوسط بنكياس عن انتستينال موتلوتي حركة الأمعاء لو هو البيرستالس من يسموه ات تو دياجنوز راح ياخذوها بحسبان حتى يقيسون اذا اكو مال ابزوربشن او يوز الونكو تيست او اذر كاستيكيولا تو تايت تو فاليويت اذا اكو مشكله trypsinogen is a precursor of trypsin produced by the pancreas urinary trypsinogen is هذا يهضم البروتينات موجودة في البنكرياس يشوفون بالادرار trypsinogen is ان بحالة الاكيوت بنكرياتاتيس راح تزاد نسبته ويا ويا وايل فيكال تريبسين بينما بالبراز كون تريبسين أن كايمر تريبسين يقل بحالة سيستيك فايبوسيس ديوتي بنكريات دكت اوبستكشن راح يصير انسداد بالقناه مال

انه سوء الامتصاص او الاكل ما مهضوم بسبب نقص بالفرازات مع البنكرياس وهذا بحالته راح يسبب اب ابزوربشن راح يقلل النقص بالامتصاص للدهون زيلوز از absorbed باي ذا سمول انتستين without ذا ايد ما يحتاج تدخل البنكرياس لامتصاص هذا الزيلوز it's not ميتابولايز ما راح يستخدم الجسم فراح تبقى بصوته وراح يطلع باليورين فيشوفون نسبه عاليه اذا لو ليفلز انديكيت تستون ابزوربشن اذا شافوا الزيلوز نسبة قليله معناها أكو مشكلة بالامتصاص وليس مشكلة بالبنكرياس. يقول yes. of the following is يعني قصده بالدم بالبراز. شنو سبب هذا الشيء؟ يقول أي colon cancer. بحات ال blood إن في نزيف بال قناة الهضمية. second symptomatic also,

يقول فيكال الاستين 1 فيكال الاستين 1 ذات از انزيم ذات يوز تو هو الانزيم هضمي يشوفون بالنسبة بالانفانت هو تشد عندهم مشكلة بالبنكريات ما يصير انزيمات سوى كافي از سيكونس اوف سيستيك فايبوسيس بسبب نوع من انواع ال شو اسمه السرطانات اللي يسوي البنكرياس اه هو مرض جيني راح يمنع مول سالت والووتر ان اوت اوف سيل ذس لونج وذ كرنت بوتكس راح تشيزمي راح يصير شو منطقة من الغشاء الثقين راح يحط لنا بعض الأعضاء ويسوي لنا ضرر بيها